مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الاهلي الليله. مش عارف مواجهه مصر مع كينيا انتهت ولا لا، لكن خلاص على ابواب انتهاء هذه المباراه اللي كسبنا فيها او ان شاء الله هنكسب فيها 1-0 بهدف للمتالق حمدي فتحي. حمدي فتحي بقى هيبقى هداف مصر ولا ايه؟ ما شاء الله يعني يمسك الخشب بهدف المباراه السابقه وهدف المباراه دي. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر مع الكابتن حسام بدري. هنتكلم اكيد عن منتخب مصر بعد ما اقول لكم ان شاء الله ان بكره هيبدا عرس افريقي جديد في مصر بعد العرس الافريقي السابق اللي كان مشرفنا كلنا كمصريين، مشرفنا في كل العالم بصراحه، وكانت البطوله الافريقيه اللي ابهرت دول كتير جدا بالافتتاح العظيم اللي عملته مصر في ايام او اشهر معدوده. ان شاء الله يكون امتداد العرس الافريقي السابق. بكره ان شاء الله هيبدا المنتخب الاولمبي رحله جديده للتاهل للاولمبيات. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي بقياده الكابتن شوقي غريب مع رجاله المنتخب الاولمبي. اولمبيات 2020 ان شاء الله تقام في طوكيو. لازم ان شاء الله باذن الله ان احنا نروح هذه الاولمبيات. اعتقد ان هي مجموعتنا في الـ عايزين مجموعه يا جماعه، لان انا مش متذكرها بصراحه. يبقى فيها مالي وغانا والكاميرون وطبعا معاهم مصر، يعني كل الفرق الثمانيه اعتقد ان هي فرق صعبه جدا. ان شاء الله كل التوفيق للكابتن شوقي غريب مع رجاله المنتخب الوطني الاولمبي. لازم يبقى في دعم جماهيري، دعم جماهيري كبير جدا بنحتاجه جدا مع المنتخبات الكبيره. تخيلوا بقى منتخب تحت 23 سنه نفسنا نشوف الجماهير ملأ الاستاد تاني زي ما عملنا كده في الامم الافريقيه. ان شاء الله نشوفها بتضيف متعه الكوره وبتدي اللعيبه حاجة. أنا دايما بقول حاجة، مفيش أي حد بيعرف يديها غير المشجعين ولا المدرب ولا أي حد خالص. المشجع أو المشجعين بيخلوا اللعيبة تاكل النجيلة من كتر التشجيع. ناس تبقى قاعدة في المدرجات، اللعيبة عايزة تعمل كمان شكل كويس ليها وعايزة ترضي الجماهير. إن شاء الله يعملوا مباريات كبيرة مع الحضور الجماهيري إن شاء الله اللي نتكلم عنه بعد البطولة، ونشيد دايما بالحضور الجماهيري. كل الجماهير المصرية بتقف ورا الفرق او المنتخبات الوطنيه ليهم. ان شاء الله احنا كمصريين نقف ورا المنتخب الاولمبي اللي هيكون محتاج وقفتكم بصوره كبيره جدا. قلت لكم خلاص الماتش خلص 1-0 بهدف المتالق حمدي فتحي النجم الاهلاوي. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الاول. هنتكلم على الاداء وهنتكلم عن كل حاجه، لكن عايزين نحط في الاعتبار ان كابتن حسام بدري لسه بيجرب، ولو ان حتى كمان الشكل لسه مش باين قوي، لكن خلينا لسه في ماتشات، او اعتقد ان دي التجربه الاخيره، التجربه الاخيره متهيألي قبل لقاء جزر القمر، وقبل كمان ان شاء الله يكون كمان مباراه نبان فيها بقى او يبان الكابتن حسام بدري فيها كمان قبل مباراه ليبيريا. تمام. ان شاء الله هنتكلم عن المنتخب الاول بعد ما ناكد خلاص على الحضور الجماهيري. ان شاء الله بكره يعني يكون في شكل زي ما تعودنا من التنظيم المصري قبل كده. ان شاء الله يكون في شكل مبهر بتنظيم هذه البطوله، وان شاء الله تكون مصر مؤهله لاولمبياد طوكيو 2020. المنتخب الاول زي ما قلت لحضراتكم خلاص انتهت منذ قليل. مباراه كينيا خلصت بهدف للمتالق ليبيريا، اسف، المتالق حمدي فتحي. وحمدي فتحي بقى دلوقتي يعني جايب جولين في ماتشين، ما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب. قلت لحضراتكم كمان قبل مواجهه كينيا ان شاء الله باسبوع من الان، وبعدين جزر القمر ان شاء الله يوم 18 باذن الله. في ناس كتير قلقانه من المباراتين اللي اتلعبوا مع كابتن حسام بدري، لكن عايزين نطمن الناس وعايزين دايما نتمسك بالامل زي ما احنا متفقين دايما بنقول. ندي للمدير الفني فتره لغايه لما يحط لمساته ويعرف اللعيبه اكتر واكتر. طبعا تدريب المنتخب غير تدريب اي نادي خالص، بيبقى عايز فكر تاني خالص وشكل تاني خالص وتعامل تاني مع اللعيبه. في كمان لعيبه دوليه لسه ما انضمتش للمنتخب الوطني، لعيبه تقيله جدا جدا كفيله قوي ان هي تكسبك ماتشات. النجم الكبير محمد صلاح، تريزيجيه، يعني لعيبه كبيره جدا ولعيبه تقيله جدا. ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب الوطني. مش عارف لعيبه بيراميدز ايه موقفها بصراحه، انا لسه لغايه دلوقتي هل هم استبعدوا تماما ولا هيبقى في كلام تاني، يعني لسه مش عارفين. عموما قبل ما نفوت او نروح للمنتخب الاول، عايز اقول لكم ان طاهر محمد طاهر تعرض لاصابه واستبعد على اثرها من المنتخب الاولمبي، هو كمان واللاعب محمود مرعي.
يعني دي طاهر محمد طاهر لعيب كبير، لعيب مهم، لعيب مهم كمان لناديه، كمان للمنتخب الوطني الاولمبي، كان لازم يعني يكون موجود، لكن طبعا الاصابه قدر الله ما شاء فعل يا طاهر، وان شاء الله ترجع احسن من الاول بكتير. وطبعا تم استبدال هؤلاء اللاعبين بلاعبين اخرين. طيب كمان النجم الاهلاوي حسين الشحات تعرض لاصابه، ان شاء الله مش هتكون اصابه كبيره ما تقلقوش، يعني هي كدمه او تشخيص مبدئي، تشخيص مبدئي كدمه في العضله الاماميه، ان شاء الله ما تقلقوش، ان شاء الله حسين يرجع بسرعه جدا، ما فيش حاجه تقلق يعني، ان شاء الله ان شاء الله خير يعني. لكن قبل ما نقفل صفحه المنتخب الوطني نتكلم كمان عن الشكل العام للمنتخب الوطني. الناس قلقانه زي ما قلت لحضراتكم، ما نقلقش لسه بنلعب مباريات، اعتقد ان هي يعني كينيا وجزر القمر، ما يعني منتخبات مش مرعبه، اكيد الكابتن حسام هيقف على اخطاء كبيره جدا، هيقف على تشكيل ثابت ان شاء الله ياخد بيه المباراتين المقبلتين، اكيد هيبقى فيه كمان انضمام النجوم الكبيره للمنتخب الوطني بحجم محمد صلاح وتريزيجيه ونجوم كبيره جدا، ان شاء الله يكون منتخب شكله يعني مبشر اكتر من كده بكتير، وده اللي احنا مستنينه بصراحه، وده اللي احنا بنتكلم عليه واللي احنا نفسنا نشوفه ان شاء الله. يعني كل التمنيات للمنتخب الاول ان هو يبقى عنده حسن ظننا كمصريين. النادي الاهلي دايما سباق ودايما بيكون هو في الصداره في اي حاجه. النادي الاهلي اطلق ابلكيشن اسمها الاهلي ممبرز، دي في اطار توجيهات مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ليكون الاهلي اول انديه الكترونيا التي تستخدم المدفوعات غير النقديه. ابلكيشن هيكون متاح لكل اعضاء النادي الاهلي، هيدخلوا بيه، هقول لكم الخدمات اللي ممكن يعني يستخدموها في هذه هذا التطبيق، اسمه الاهلي ممبرز، ده لعضو اعضاء النادي الاهلي في كل مكان. سداد الاشتراكات السنويه والاقساط اونلاين، حاجه جميله جدا، دايما الاهلي متميز ودايما الاهلي منفرد ودايما مبدع بصراحه، وده اللي احنا بنستناه دايما من النادي الاهلي، ان هو نادي عالمي خلاص، يعني بيصنف من الانديه العالميه. زي ما قلت لحضراتكم سداد الاشتراكات السنويه، خلاص الاعضاء تقدر تسدد الاشتراكات السنويه من عن طريق الابلكيشن اللي هو الاهلي ممبرز، الحصول على بطاقات العضويه كمان من قسم الاشتراكات، يمكن للاعضاء من خلال هذا التطبيق ايضا التعرف على جميع الخدمات التي يقدمها النادي، كما يجري حاليا التجهيز لاطلاق خدمه حجز وسداد رسوم الرحلات. هيكون هو يعني على مرحلتين، كل مرحله تشهد خدمات جديده. المرحله الثانيه من التطبيق اضافه خدمات سداد اشتراكات مدارس الالعاب، التطبيق ايضا بيقدم قسما خاصا بالشكاوى والمقترحات والاستفسارات، ليتم من خلاله التواصل المباشر بين اداره النادي والاعضاء للرد عليها في غضون 48 ساعه. التطبيق ايضا به قسم لاخبار الاهلي والاحداث اليوميه التي يشهدها على مدار الساعه في كل فروعه. كمان بيقدم التطبيق ايضا مسابقه يوميه، حيث يتم حصر الاجابات الصحيحه واختيار ثلاثه فائزين في نهايه الشهر وتقديم جوائز قيمه لهم. تعالوا نشوف تقرير عن هذا التطبيق الاهلي ممبرز ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. يطيب لي ان ارحب بحضراتكم جميعا زملائنا الاعزاء ممثلي الصحف والمواقع الالكترونيه ومحطات التلفزيون المختلفه، مجددا في معقل النادي الاهلي بالجزيره لنلتقي كما تعودنا مع حضراتكم دائما على اطلاق او انجاز جديد في اطار برنامج عائله الاهلي الانتخابي وسعي مجلس اداره النادي الاهلي في اقل من 24 شهر لتقديم ما يشبه كشف الحساب والاعلان عن انجاز جديد يتعلق في هذا المؤتمر الصحفي. ان شاء الله نحتفي ونحتفل معا باطلاق التطبيق الرسمي للنادي الاهلي. انا حابب بس اول حاجه ان انا شخصيا اعتذر عن التاخير في اطلاق الابلكيشن دي، لان انا وقت الانتخابات كنت عملت انا نسخه زي بروتوتايب ان انا افرج الاعضاء ونوريهم نقدر نعمل ايه، وكنت متصور ان هي هتطلع بشكل اسرع من كده، لكن طبعا بقى العمل العام والمناقصات والعرض المالي والفني والكلام ده كله اخرونا شويه، لكن الحمد لله احنا عملنا الاطلاق التجريبي في شهر 7 اللي فات عشان نعمل اختبار للاعضاء والدفع الالكتروني. الحمد لله عملنا اكتر من 2000 تجديد للعضويه و2200 تجديد للعضويه في الفتره القصيره دي.
الابلكيشن دي عايز اقول ان هي مش بس زي ما شريف قال ان هي اول ابلكيشن في الأندية في الشرق الاوسط، ولكن هي هتبقى منصة كاملة لتجميع اعضاء الجمعية العمومية لنادي الاهلي، وان شاء الله بعد كده هيبقى في خدمات للجمهور دكتور اسامة هيتكلم فيها. دور مجلس الادارة يمكن بينتهي عند هذا الحد، والفترة اللي جاية بإذن الله دور الإدارة التنفيذية إن هي تثبت وترسخ نجاح هذه الابليكيشن، إن يبقى في تواصل ما بين الأعضاء، يبقى في شكاوي بيترد عليها، يبقى في أداة للرقابة على الخدمات وعلى المطاعم وعلى كل حاجة جوه النادي الأهلي، يبقى في منصة رسمية للناس إن هي تعرف توصل صوتها أحسن وأقيم من جروبات الفيسبوك اللي موجودة دلوقتي. نقدر من خلالها احنا كمجلس اداره نشوف الدنيا رايحه فين، الاداره التنفيذيه والمدير التنفيذي يقدر يشوف الناس تحتيه شغاله ازاي، بترد على الشكاوي بصفه مستمره ولا لا، الشكاوي اللي بتتكرر ايه. عندنا خدمات هتبني واحده واحده، يعني النهارده احنا بنعلن على التطبيق واحنا شغالين النهارده يمكن في 3 أو 4 خدمات بس اللي موجوده، هنقعد نبني في الابلكيشن دي شهر ورا شهر لحد ما الابلكيشن دي هيبقى عليها كل حاجه تخص النادي الاهلي، وده برضو اللي هيتكلم عليه دكتور اسامه باستفاضه. طبعا بس هو يعني كلمه مختصره، انا لازم اوجه يعني شكر جزيل للادارات المعنيه وخصوصا اداره الحاسب الالي والعاملين في النادي الاهلي، لان ده مجهود بيبذل جامد جدا، يعني طبعا بالاضافه للممارسات والمناصات، ولكن الوقت اللي احنا بقالنا 7 أو 8 شهور عشان خاطر الابلكيشن ينطلق ويظهر للنور، فلازم اوجه شكر اداره الحاسب الالي وكل العاملين في النادي، واوجه شكر لمجلس الاداره اللي بيتيح الفرصه لينا يبقى في تواصل ومنتهى الشفافيه مع اعضاء الجمعيه العموميه، اللي ازاي يوصلوا رغباتهم او شكواتهم، واحنا ازاي برضه نتواصل معاهم، وده اللي هيحصل الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. وهرجع اقول تاني، احنا بنشكر جدا مجلس الاداره، بنشكر اعضاء الجمعيه العموميه، بنشكر العاملين والادارات المعنيه على المجهود اللي بيبذلوه. اعتقد شركاء اساسيين دايما في النجاح دوت بدعمكم بتفاهمكم الاعلامي ونشركم للخدمات دي سواء للاعضاء او للمشجعين. فالنهارده احنا جايين فعلا بنحتفل باطلاق التطبيق دوت، وهو تطبيق مهم جدا زي ما الاستاذ محمد ضماطي تفضل قال ان هو منصه تفاعليه وما بتنتهيش. العالم دلوقتي بيتطور فيه فكره البلاتفورم، حضراتكم كلكم دلوقتي بتتعاملوا مع اوبر ومع كريم ومع سوق ومع ناس كتير قوي بتبتدي نتعامل معاها، فدي بلاتفورم معناها ان هي مش مشروع بينتهي بمده زمنيه معينه، ده مشروع بنعمل عليه بنيه اساسيه وكل يوم بنعمل تطوير لخدمات. فزي ما النهارده هتشوفوا عندنا خدمات اساسيه ابتدينا هنتكلم فيها سواء على الليفل للاعضاء او ليفل المشجعين، وبعد كده بنطور الخدمات ديت، ممكن نوصل بعدد الخدمات ديت لاكثر من 100 خدمه بعد كده، معتمده اساسا على فكره الموبايل. احنا مركزين جدا الفتره اللي جايه على تقديم خدمات كتيره قوي سواء لاعضاء النادي او للمشجعين او للاعبين او اعضاء الجمعيه الاكاديميه، ان هم يستخدموا الموبايل، لانه خلاص احنا بنستخدمه، هو بقى سوبر كمبيوتر موجود جوه جيبك فانت بتستخدمه في كل حاجه في الدنيا. من واقع تجربتنا احنا في شغلنا مع النادي قد ايه هو اعظم نادي فعلا في المنطقه العربيه كلها. اللي حصل احنا كشركه تكنولوجيا، طبعا اي شركه ليها الشرف الكبير ان هي تتعاون مع اكبر نادي في الشرق الاوسط، بس عاوز اقول لحضراتكم احنا اي شركه، يعني اللقاء اللي احنا هنتكلم فيه النهارده مش بس عشان اقول لكم خدمات الابلكيشن، بس هوريكم قد ايه ده نموذج المفروض يحتذى به في اي مؤسسه بتقدم خدمات الكترونيه. دي كانت يعني اجزاء من المؤتمر الصحفي اللي عقد اليوم، واللي كان ممثل فيه عن مجلس الاداره محمد ضماطي عضو المجلس ممثل عن مجلس الاداره، واللي اعتذر في بدايه كلامه عن تاخر اصدار هذا التطبيق الاهلي ممبرز، وتعهد بان يكون تطبيق شامل لكن هياخد فتره عشان يغطي كل اخبار النادي الاهلي. عارفين النادي الاهلي اخباره ما شاء الله يعني لا تحصى ولا تعد، ان شاء الله يكون تطبيق شامل وعام لكل اعضاء النادي الاهلي يوفي كل احتياجاتهم يعني اللي هم عايزينها. كمان سياده العميد محمد مرجان او كابتن محمد مرجان مدير تنفيذي النادي الاهلي اللي حضر هذا المؤتمر، الدكتور محمد صبان مستشار مجلس الاداره للتكنولوجيا، والدكتور اسامه مصطفى رئيس شركه تواصل والمسؤوله عن المشروع وتطويره. ان شاء الله دايما الاهلي صباك زي ما احنا متعودين دايما الاهلي فيه
او الاهلي بعيد بصراحه عن اي مقارنه. نروح نبعد شويه، نروح للنجم الكبير النجم وليد سليمان اللي كان في تصريحات ادلاها للموقع الرسمي للنادي الاهلي. اقول لكم اهم هذه التصريحات اللي قالها النجم الكبير وليد سليمان. وليد سليمان ابدى تفاؤله بالفتره المقبله، وده اللي احنا كلنا شايفينه من الشكل الفني العام للنادي الاهلي مع فايلر مدير الفني السويسري. ده كان بدايه كلام وليد سليمان، قال في ظل الاوضاع المستقره للفريق خاصه ان الجميع لديه رغبه اكيده في الفوز، فلازم كلنا نكون عندنا تفاؤل، وتفاؤل يعني بعيد خالص عن الحدود. قال وليد سليمان كمان ان الاهلي استفاد استفاده كبيره جدا من معسكر الامارات، واللي جه في توقيت مناسب واستمر لمده اسبوع، وكان فرصه جيده للجهاز الفني ولاعبي الفريق، خاصه ان كل لاعب حاول اثبات نفسه وقدراته امام المدير الفني رينيه فايلر. كلام منطقي جدا، واحنا اتكلمنا قبل المعسكر قلنا ان كان لازم يكون في معسكر خارجي، واتكلمنا عن اهميه المعسكر الخارجي، وفرقنا كمان عن المعسكر الخارجي بالمعسكر الداخلي. معسكر خارجي بيكون فيه انت بتنسى كل حاجه خلاص في مصر، بالدوري، بالتوقفات، بكل حاجه، بتخرج بره بقى جو تاني خالص، طقس تاني خالص، مناخ تاني خالص، بتشوف ناس تانيه خالص، فبتنسى، بتركز في معسكرك بس، وبتركز في تدريباتك والتعليمات اللي بيديها لك المدير الفني. عشان كده كان معسكر مثمر زي ما قال النجم الكبير وليد سليمان. قال كمان وليد سليمان عن تأثر أو مدى تأثر النادي الأهلي بتوقف الدوري فترة طويلة. قال أرى أن استمرار الدوري كان الأفضل للنادي الأهلي، لأن الفريق بدأ الموسم بشكل جيد، وكنا نحتاج لاستمرارية المسابقة بدلا من فترة التوقف الطويلة، لكننا سنتعامل مع الموقف ولدينا الخبرات والقدرات الفنية العالية التي تؤهلنا لمواصلة الانتصارات والعروض الجيدة بعد استئناف بطولة الدوري، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق. ده كان كلام وليد سليمان عن توقف الدوري. قلت لحضراتكم قبل كده من خلال استضافتي للضيوف ان في فريقين بيتكلموا عن توقف الدوري، بيتكلموا عن ايجابياته وبيتكلموا عن سلبياته. ايجابياته بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي كان ماشي كويس جدا مع ان احنا لعبنا ماتشين بس، فكان لازم ان احنا نتواصل في المباريات ويبقى في استمراريه عشان النادي الاهلي يفضل مستمر في فتره تألقه. الفريق الثاني قال ان التوقف برضو ايجابي، لكن ممكن كمان لريني فايلر في فتره قليله ادى افكار كبيره للعيبه، واللعيبه قدرت تنفذها، فما بالك بقى لو ياخد فتره كمان ان هو يتعرف على اللعيبه اكتر واكتر، كمان يديهم افكاره ويشربها لهم باللغه العاميه كده، ويبقوا الفريق يعني اكثر اتقانا لفكر فايلر. ده برده كان فريق بيقول كده، فالتوقف بالنسبه له ايجابي. لكن في العموم خلينا نقول ان كده او كده النادي الاهلي نادي كبير جدا، ما بيتاثرش بتوقفات حتى لو كان مستمر وبدايته كانت كبيره، او بدايته او انطلاقته كانت قويه جدا. لكن في العموم النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم فريق كبير جدا، لعبنا ماتشين في الدوري ظهرنا فيهم بشكل كبير جدا، لكن اعتقد انا من انصار ان التوقف هيدي الفايلر كمان مساحه ان هو يحفظ لعيبته اكتر واكتر، اللعيبه كمان تشرب وتفهم فايلر قوي قوي قوي. ان شاء الله يكون في استمراريه، ويكون اكتر كمان شكل الاهلي اقوى من المباراتين اللي اتلعبوا. اتكلم عن ارتياحه وتقديره للجهد الكبير الذي يبذله الجهاز الفني اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي بقياده فايلر، وقال فايلر عامل حاله متميزه، هو حريص على توصيل رسالته للاعيبه، ويقوم دائما بتحفيظ خططه للجميع من اجل تنفيذها بشكل جيد. عشان كده بقول لحضراتكم ان هو محتاج مساحه كافيه ووقت كافي. اعتقد ان التوقف كان في مصلحه النادي الاهلي بشكل كبير جدا. قال وليد سليمان اتكلم عن كل المدربين اللي مسكوا النادي الاهلي في الفتره اللي هو كان فيها، قال كل مدرب له طريقته وله مدرسته وله فلسفته. ده كلام وليد سليمان. قال المدربين اللي تولوا تدريب الفريق لهم بصمات، حيث حقق كالتيرون على سبيل المثال نجاحات مع الفريق وصعد بنا لنهائي دوري الابطال الافريقي، لكن التوفيق لم يحالفنا لحصد اللقب. لاسارتي جه بعد كده، ده كلام وليد سليمان، الذي قاد الفريق للتتويج بالدوري رغم البدايه الصعبه التي جعلت البعض يقلل من حظوظ النادي الاهلي. طبعا حضراتكم فاكرين اللي كان بيقول النادي الاهلي يعني بيصارع على الهبوط، والنادي الاهلي هينزل، واللي حصل السنه اللي فاتت، والنادي الاهلي دايما عند وعده لكل جماهيره. فبيقول يعني مختصر كلامه ان كل مدرب كان ليه بصمته. قال بقى عن فايلر، فقد بدأ مع الفريق بشكل جيد للغاية، وحقق 6 انتصارات متتالية محليا وافريقيا، وهذه بداية مبشرة للمدرب السويسري، واتمنى ان يستمر التوفيق معنا. اتكلم كمان وليد سليمان ان فايلر بيتحدث مع الفريق بشكل مستمر. كنا دايما بنستعرض مع حضراتكم دايما قبل التمرين، بنقول في اجتماع مع فايلر مع اللعيبه، فايلر بالجهاز الفني قاعد مع اللعيبه، فايلر في جلسات خاصه مع رمضان، مع حسين اللي بنتمنى له الشفاء، مع كذا مع كذا مع كذا، مع اجاييه مثلا. ف
ده الكلام بيأكده وليد سليمان ان دايما هو بيجتمع بشكل مستمر مع اللعيبة او في الاوقات المتاحة بيتكلم مع اللعيبة في افكاره في خطط التدريبية في السلبيات في الايجابيات، وده اللي بيسعى للنجاح ويجتهد من اجل ذلك. ده كلام وليد سليمان. اتكلم كمان وليد سليمان اللعيبة المتواجدة في الأهلي بيمتلكون مهارات وقدرات فنية عالية ومعظمهم دوليون ولهم خبرات طويلة في الملاعب، وهو ما يساعد المدير الفني على تنفيذ خططه. ده كلام وليد سليمان أيضا، اتكلم عن أهمية اللعيبة اللي موجودة قدراتهم ومهاراتهم الذهنية والفنية والبدنية، اتكلم عن كل اللعيبة وقال إن هم أو النادي الأهلي بيمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين اللي بيحققوا المدير الفني أو بيساعدوا المدير الفني على تنفيذ خططه. ما انا بختلف معاك سنه بس في الحته دي يا وليد، لان مش كل مدير فني بيعرف يستغل مهارات اللاعبين ومعظم اللاعبين اللي عنده، واحنا شفنا قبل كده مش هنتكلم عن النادي الاهلي تحديدا، بنشوف فرق كبيره جدا بيبقى مع نفس اللعيبه وبنشوف مدرب تاني بيجي يغير شكل الفرقه شكلا وموضوعا. دي اهداف للنجم الكبير وليد سليمان اللي لسه بكلمكم عن تصريحاته في الموقع الرسمي للنادي الاهلي. قال كمان فيما يتعلق بمجموعه النادي الاهلي في المجموعات بدوري ابطال افريقيا، قال تضم كل من النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. وليد سليمان قال نحترم الجميع كالعاده، النادي الاهلي بيحترم جميع المنافسين بصرف النظر بقى عن قوتهم عن ضعفهم ايا كان، لكن النادي الاهلي بيلعب كل مباراه تحت شعار المكسب والمكسب فقط لا غير. قال بالظبط او بالنص نحترم جميع المنافسين ونقدرهم، لكن من يبحث عن اللقب لا يخشى اي فريق. نفس الكلام اللي كنت بتكلمه مع حضراتكم، واجهنا منافسين اقوياء في الماضي ونجحنا في تخطي الصعاب وحصدنا اللقب الافريقي في النهايه، وهذا ما نسعى لتحقيقه هذا الموسم بفضل الاصرار والتحدي الموجود لدى جميع اللاعبين في الفريق. وليد سليمان كمان قال الاهلي دائما مؤهل للتتويج بالبطولات تحت اي ظروف ومهما بلغت الاصابات والغيابات، بيتكلم عن الاصابات والغيابات، واذا شارك فريق ناشئين يحمل اسم النادي الاهلي سيكون مؤهلا دائما للتتويج. دي حاجه جوه كل لعيب في النادي الاهلي ان هو ياخد بطوله ايا كان اللي بيلبس التيشيرت الاحمر او الفانله الحمراء بروحها بشكلها برعبها للمنافس، فدي حاجه جوه كل واحد اهلاوي ان هو مؤمن ان اي حد بيلبس الفانله الحمراء هيكسب ايا كان اللي بيلبس الفانله الحمراء مين. دي حاجة متوارثة يعني في النادي الأهلي وحاجة طبعا إيجابية جدا جدا. قال واجهنا ظروف صعبة على صعيد الإصابات والغيابات وغيرها، ومع ذلك حققنا أكثر من بطولة محلية، أما خسارة لقب أفريقيا مرتين متتاليتين في النهائي فهو مجرد سوء حظ حرمنا من حصد البطولة. اتكلم كمان قال لا أتفق مع من يقول أن الإصابات التي عانى منها النادي الأهلي كانت السبب في عدم التتويج باللقب الأفريقي عامي 17 و2018، بدليل أن الأهلي حصد لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2013 وكانت قائمته أو قائمة الفريق تضم 13 أو 14 لعيب. حضراتكم طبعا فاكرين الظروف اللي كنا فيها، وكمان خدنا الكونفدرالية وكان معانا حوالي 14 لعيب. فوريد بينفي أو بينفي ربط الإصابات بعدم التتويج بالبطولات، ماشي مع أنها بتكون سبب من الأسباب بس ماشي. قال لي اعتزلت اللعب الدولي او قرار اعتزالي اللعب الدولي اللي خدته قبل كده، عندما اعلنت هذا القرار كنت ارغب في ازاحه الضغوط عن كاهل الجهاز الفني للمنتخب، لكن البعض ظن وقتها انني اضغط عليهم وهذا غير صحيح بالمره، بالعكس كنت ارغب في رفع الحرج عنهم وليس اكثر. قال جمهور الاهلي بيحبني ويطالب بانضمامي للمنتخب واشكره على الدعم والمسانده، وعندما لاحظت ان هذه المطالب الجماهيريه تتزايد قررت الاعتزال الدولي لرفع الحرج والضغوط عن الجهاز الفني السابق للمنتخب. ده الكلام اللي بيتكلمه وليد سليمان. اتسال وليد سليمان عن موقفه من المنتخب حال استدعائه للمنتخب الاول، قال لاعب النادي الاهلي هذا شرف كبير لاي لاعب لا يمكن ان اتردد في قبوله، وساكون تحت امر المنتخب بالطبع، فانا اجتهد حاليا مع النادي الاهلي واركز في الملعب من اجل تقديم المطلوب، ولن اتاخر عن نداء المنتخب اذا تم استدعائي في اي وقت. ده كان كلام النجم الكبير وليد سليمان. لو قعدنا يعني لو عملنا حوار مع اي نجم في النادي الاهلي هتلاقوا الكلام كله في اطار واحد في شكل واحد، يعني زي ما بقول لحضراتكم حاجات متوارثه جوه لعيبه النادي الاهلي، حتى اللي بيجي جديد بيكسبها على طول وبيشربها على طول. اخيرا
قبل ما استقبل النجم احمد فوزي اللي هيكون ضيفي بعد الانترو، كان في النهارده يعني حاله حب وحاله عشق بتجتاح كل وسائل التواصل الاجتماعي احتفالا بمولد ابو تريكه او عيد ميلاد ابو تريكه، النجم الكبير محمد ابو تريكه. يعني القاب كتير خدها محمد ابو تريكه كلها يستاهلها، ويستاهل كل حاله الحب اللي كانت على وسائل التواصل الاجتماعي كلها. اكيد حضراتكم شفتوا ابو تريكه، يعني لعيب مميز جدا، انسان مميز جدا جدا جدا. لو قعدت تتكلم عن ابو تريكه عايز حلقات وحلقات. للمشكو وامير القلوب، اي بقى لقب انتم بتحبوه للنجم الكبير اللي قدام حضراتكم، جزء من اهدافه برضو، اهدافه كانت كتير جدا، عايزه حلقات عشان نعرض اهداف هذا النجم معشوق الجماهير الاهلاويه وامير قلوب الجماهير الاهلاويه، النجم الكبير محمد ابو تريكه. هسيبكم تتفرجوا على يعني اهدافه كده، يعني حاجه انا عارف تفرحوا لما بتشوفوه. كل مليون سنة وانت طيب يا تريكة، كل سنة وانت في قلب كل أهلاوي، وحشتنا جدا جدا جدا، وان شاء الله نشوفك على ألف خير. هنطلع فاصل ونستقبل النجم أحمد فوزي نجم الأهلي السابق. أقول لك يا دكتور أقول لك كابتن أي حاجة زي ما تحب. الأول ألف ألف حمد لله على السلامة والعمرة، وربنا يكتبها لك مرات ومرات، وربنا إن شاء الله ينولها لنا معاك إن شاء الله يا رب. وإحنا وكل السادة المشاهدين وكل المشاهدين ربنا يخليك يا رب. عامل إيه الأول؟ طمنا عليك. تمام كله زي الفل. كله تمام؟ تمام الحمد لله. حالي يعني ما يعني مقرب منك. هنضحك على بعض يعني. مقرب منك. لا ما لا مش يا راجل حرام عليك. طب أنت عندك شعر، أنا ربنا رزقني بحبة هنا وحبة هنا. أنا هقول لك على موقف بقى قبل ما نبدأ الحوار. أنا أنت عارف طبعا العمرة طبعا عارف إن أنا ماسكها يعني. تمام. فانا كنت بروح قبل كده بحلق بالموس تمام. عشان اخد الثواب كامل فطبعا بقى انت هتطلع كل شويه في التلفزيون، فمش عايز افاجئ الناس بقى بالقرعه بالقرعه، هتبقى شكلي بقى صعب بس يعني يعني رحم الله المحلقين رحم الله والله انا عارف رحم. انا ثلاثه قدام واحد يعني انا اول مره اعمل كده. فاصحابي بقى كانوا بيجوا ايه يروحوا قصين شعرهم من كل حته كده فالمهم رحت انا عامل كده خلصت العمره ورحت قص شعري من كل حته وخلاص، وضميري بقى قاعد يأنبني يا كابتن بياكلك قاعد يأنبني ضميري. فروحت نازل تاني من الفندق، رحت رايح فين للمكاتب اللي هي في الحرم قلت لهم يا جماعه انا عملت كذا، قالوا لي ما ينفعش. اول ما قالوا لي ما ينفعش قالوا لي ما ينفعش خالص قالوا لي لو انت بتعمل كده بناء على فتوى ماشي، لكن لو انت عملت كده من دماغك لا ما ينفعش. طب ايه الحل؟ اطلع البس لبس الاحرام تاني تحرم وانزل لا البس لبس الاحرام وانزل احلق شعرك. طب لازم بالموس؟ قال لا بالمكنه عادي بس شيل كل شعرك بالمكنه يعني المكنه تمشي في كل الشعر بس دي نمره ثلاثه بقى نمره اربعه بس المفروض ان المكنه تمشي في كل الشعر يعني ما تقطعش حته من شعرك فانت لازم تمشي دي للسيدات بس المحلقين ماشي المحلقين لازم شعرك كله بقى سوا واحد بالمكنه بالمكنه ماشي رحت نازل شايل الشعر طب الحمد لله الحمد لله ان ما راحتش عليك كويس تفكرتني عشان برضه الساده المشاهدين اللي عنده المعلومه دي صححها يعني. عموما عقبالك وعقبال كل المشاهدين تعال ندخل بقى في حوارنا. اتفضل. مصر لسه لاعبين مباراه كسبناها 1-0 يعني مش عايز اقول بالعافيه لا بالعافيه لكن ماشي انت قول بالعافيه هنضحك على بعض بالعافيه. طيب المباريات الوديه بتقيم المنتخب اطلاقا 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 نخش بقى من الداخل يعني انت بدايه انت عندك 7 لعيبه محترفين مش موجودين تمام عندك لعيبه نادي بيراميدز مش موجوده فانت بتتكلم في 11 لعيب منهم مثلا 7 أو 6 من القوام الاساسي. هي لعيبه نادي بيراميدز هترجع ولا ده قرار استبعاد نهائي؟ مش عارف بس استبعاد نهائي ولا عايزين نتاكد من الخبر ده يا جماعه لو سمحت. ما نعرفش ان هم حاليا مش متواجدين. فانت دلوقتي انت بتلعب من حوالي 7 أو 8 لعيبه بره القوام الاساسي للمنتخب، تمام؟ في ناس اساسيين كتير يعني. طيب فانت كل اللي بتعمله انت زي ما بيقولوا كده بتولف الشرق على الغرب. بتجيب اللعيبه بتلعبها في النظام بتاعك في السيستم بتاعك عايز تدخلهم في الطريقه بتاعتك انت بتلعب 4-2-3-1 فانت عايز كل اللعيبه
طبعا كل واحد جاي من حته معينه بيفهم دماغ كابتن حسام البدري، بيفهم الاصول اللي ماشي بيها، الطريقه هيمشي هيشتغل ازاي. فهو كل اللي بيعمله دلوقتي كابتن حسام ان هو زي ما بيقولوا كده ايه، بيولف اللعيبه على بعضها، بيزود من القدرات الجماعيه للفرقه. تمام. فانت ما تقدرش تحكم عليه. ثانيا بس مش عايزين نخبي ان ارضيه الملعب بصراحه النهارده ما كانتش جيده جدا. اللعيبه ابتعاد عن الماتشات. احنا مهما كان الدوري موقوف بقاله اسبوعين وما بتلعبش ماتشات او ثلاث اسابيع، الفرق ما بتلعبش، فاللعيبه ذات نفسها ما بتلعبش. يعني ما فيش غير لعيبه المصري ولعيبه بيراميدز هم اللي متواجدين في الملعب دلوقتي. انما انت بقالك ثلاث اسابيع فانت اكنك في فتره اعداد، واللعيبه جايه من فتره اعداد. حتى لاعبي النادي الاهلي المتواجدين في المنتخب كانوا مسافرين في الامارات فتره اعداد خاصه بفرقه النادي الاهلي، الموجودين من نادي الزمالك كانوا في فتره اعداد في 6 اكتوبر. فيعني الفرق كلها بعيده عن الماتشات. فانت برضه عشان اللاعب ياخد حساسيه الماتشات عايز فتره كبيره، واكيد حضرتك معايا في النقطه دي. طبعا. تخيل بقى ان الفتره الكبيره دي بترجع منها على ماتشين مهمين جدا، ماتشين مهمين جدا لمنتخب مصر في التصفيات. فطبعا انا شايف ان المباراه ما بتتحسبش بمكسب وخساره او حتى تعادل، المباراه بتتحسب بمين اجاد ومين ما اجادش. وعلى ارض الواقع النهارده في ناس كتير ما اجادتش في المباراه صراحه. لكن الناس قلقانه، الناس قلقانه. حضرتك بتتكلم طبعا لعيب كوره ولعيب كوره كبير وعندك خبرات كبيره جدا، لكن المشجع العادي قلقان. ما احنا هقول لك ايه، ما كابتن حسام بدري عارف اللعيبه، واللعيبه يعني معروفه، وكابتن حسام مش غريب عن الدوري. الكلام ده لو مدرب اجنبي، انا بقول لك بقى لغه الشارع. تمام تمام. فايه الشكل ده؟ ازاي احنا نكسب فرقه متواضعه زي كده 1-0 بالعافيه؟ طب ما الفرقه اللي فاتت كسبناها 1-0 بالعافيه وكانت اكثر تواضعا. صح. انا بقول لك بقى يعني ماشي، يعني احنا السنه اللي فاتت بنتكلم من حقك. ما انا بقول لحضرتك، انا بكلمك في ايه الراجل الشارع العادي. ماشي. القصه كلها منظومه، مدير فني جديد على اللعيبه بيحفظهم طريقه لعبه، لاعبين اوت اوف فورم بقالهم 3 اسابيع مش موجودين في الملعب، ما بيلعبوش ماتشات، كل قصتهم تمرينات. الارض او الملعب ما كانش جيد بصراحه. تمام. الفرقه اللي بنلاعبها مبهمه بالنسبه لنا، مش عارفينها ولا عارفين هي بتلعب ازاي ولا قصتها ايه. كل العوامل خرجت في الاخر الماتش اللي احنا لسه مخلصينه من شويه ده، الماتش سيء. المكسب حاجه كويسه لانه بيدي روح المكسب، بيدي تركيز زياده، خاصه ان اول مباراه هتتلعب هنا في مصر، نتمنى انها تخرج بنتيجه ايجابيه. فاعتقد ان الحاجه الوحيده اللي كسبنا منها المباراه هي المكسب بتاع المباراه بس، ليس الا. كان في خشونه كبيره جدا النهارده من لعيبه ليبيريا، يعني حسين الشحات خرج مصاب للاسف. ربنا يشفيه ان شاء الله. يعني التشخيص المبدئي بيقول ان هو كدمه في العضله الاماميه، لغايه لما نتاكد من الاصابه وحجمها ايه يا ريت برضه نتاكد لو نعرف نجيب الخبر. لكن يعني برضه في العموم احسن من ان انت تعمل تراي ماتش او تقسيمه بين اللعيب. اكيد اكيد. اقتراح وارد. لا اكيد لا، بص مهما كان مباراه وديه رسميه احسن بكتير من ان انت تعمل تراي ماتش. تراي ماتش كل واحد هيلعب بمزاجه، انما انت دلوقتي في منظومه ما بتخرجش براها، بتلعب في منافس يعني زي ما بيقولوا كده بيحارب على الكوره. انت ممكن في ماتش في تقسيمه وديه زميلك يخش جامد فانت تبعد عن الكوره، واخد بال حضرتك؟ مفيش تنافس، انا ممكن اخلي بالي من زميلي وده شيء طبيعي وشيء وارد. انما في المباريات الرسميه لا، حتى الاحتكاك النهارده الخشونه كانت كبيره، والخشونه كان يعني في بعض الاحيان تصل للتعمد. انما تحس ان في منافس. انما لو لعبت تقسيمه مهما كان او زي ما بيقولوا ماتش ودي كده ما بيننا وبين بعضنا ما بتبقاش برضو جيده، يعني ده رايي. تمام تمام. انا لسه بيقول لي في الاير بيس ان طبيب المنتخب قال ان الكدمه قويه شويه، ممكن تبعده عن المباراتين القادمتين اللي هم كينيا وجزر القمر. يعني ان شاء الله لو كدمه المفروض تاخد من اسبوع ل 10 ايام حتى لو ايه، بس ما اعتقدش ان هي هتكمل ان شاء الله. احنا عندنا كينيا بعد اسبوع. لكينيا بعد اسبوع ويوم 18 اللي هي جزر القمر. معاك، بس يعني انا اعتقد انه لو ما لحقش كينيا هيلحق جزر القمر، يعني اعتقد لان هي الكدمه باي حال من الاحوال مش هتقعد اكتر من اسبوع ل 10 ايام. طالما بعدت عن العضله الاماميه، لو في المنشا العضله الاماميه ممكن تاخد وقت اكبر، انما في العضله الرباعيه الاماميه ما اعتقدش انها هتزيد على 10 ايام. يعني الحمد لله ان هي بعيده عن الركبه. الحمد لله. الحمد لله بعيده عن الركبه، والحمد لله ان ما فيش مزق في عضله ولا حاجه، الحمد لله. يعني باي حال من الاحوال مهما كان الكدمه اهون بكتير. هو القرار باستبعاد لعيبه بيراميدز تفتكر ان هو قرار مستمر ولا قرار لهذه المباراه فقط؟ ولو لهذه المباراه فقط كان ايه الداعي؟ انا مش عارف ايه سبب المشكله، بس اللي فاهمه ان هي نوع من انواع تصفيه الحسابات. لا مش عارفها دي. انا ولا انا عارفها،
ما نضحكش على بعض. انت راجع من الحج يا راجل ابن عمر؟ لا والله العظيم ما اعرف. لا والله ما اعرف. مش عموما انت ما تعرفش. لا اقول لك على حاجه. اصل انا طالما مسكت مكان صعب قوي ان انا اعمل كده. يعني صعب قوي لازم اشتغل بقى مش مع اللعيبه مش مع اللاعبين ذات نفسهم مع المسؤول عن النادي. عموما خلينا نبعد 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 عن القصه دي خالص عشان ما تدبسناش نبعد. لكن هو في العموم ان كابتن حسام كان فاتح صفحه جديده مع كل الناس. هو عايز ينجح كابتن احمد. أكيد. انت اكيد انت لما تمسك فرقه وانا حتى عدوك وشايفني ان انا انجحك هتجيبني لازم وهتحبني ولازم غصب عنك. بالظبط. ده لازم طالما هكسبك وانت بتكرهني هتلاعبني. بالظبط. لان انا هكسبك. بالظبط. ما هو يمكن هو بص مش عايزين نخش في غيبيات. انما في الاول وفي الاخر اكيد في لعيبه في نادي بيراميدز هتفيد المنتخب. على فكره انا والله العظيم ما اعرف اساسا هم استبعدوا على اساس ايه. يعني قلت انت عندك معلومه. لا بلاش. بالظبط. لكن ان شاء الله كل التوفيق يا رب. ولازم الدنيا كلها تتلم ولازم كلنا نبقى في ظهر اكيد المنتخب. اعتقد ان الموضوع هيخلص النهارده او بكره على اقصى تقدير. لان احنا نشوف منتخب احنا عايزين نشوفه. ايوه. لان الشكل بصراحه مش حلو خالص. الشكل مش حلو. انت ما فيش الماتشين اللي انت لعبتهم لا ترتقي ل 50% من فرقه المنتخب بتاعت مصر. حتى اللي خرجت من دور ال 16 هنا في بطوله افريقيا لا ترتقي ل 50% من شكلها. تخيل احنا ما كانش عاجبنا الناس اللي خرجت في بطوله افريقيا. فانت لا انت لازم تعود وتعود قوي. وخصوصا لازم كابتن حسام زي ما هو عامل بيبين لهم العين الحمراء. واعتقد ان في ناس كتير فوجئت بطريقه كابتن حسام في كمدير فني. واعتقد دي هتفرق كتير مع اللعيبه المصريه في الجيل ده بالذات. ازاي اتفاجئت؟ يعني بحزمه والصرامه والالتزام عنده نمره واحد. هم ما يعني الجيل ده بالذات لازم يعمل كده. لا الجيل ده بالذات ما اي مدرب نجح لازم يعمل كده. بصراحه. وخصوصا الانضباط هو اللي اساس النجاح. لا احنا الجيل ده سواء لما وصل كاس عالم او بطوله امم الافريقيه اللي حصلت هنا في سنتين ورا بعض كانوا زعلوا ناس كتير قوي مننا. فاعتقد ان الحزم والصرامه اهم حاجه في رجوع منتخب مصر لوضعه الطبيعي. طبعا طبعا دي وجهه نظري. انا دايما بلوم يعني دايما برمي الحمل على اللعيبه مش بنسبه كبيره. تمام. لكن الوم المسؤول. اكيد. لان انت اللي تخليني التزم. اكيد. اي حد تسيب له الحريه احنا شفنا نماذج كتيره جدا في كل مناحي الحياه. تمام. يعني تمام. بتسيب الحريه الدنيا بتبوظ. تمام. في انضباط وفي تعليمات وفي قوانين وفي اسس هتلاقي كله منضبط وكله ماشي زي الساعه. لا هو ده الصح. هو ده الصح. طب طالما انا المسؤول وحطيت قواعد واسس يمشي عليها التابعين ليا اعتقد ان غصب عنه هيمشي. بالزبط. لو ما مشيش بالزبط. هيطلع يتعاقب ويرجع يمشي برضه على اللي انا حاطه. صح. فاذا كان رب البيت بالدف في ضريح. انت صح. يعني انت المسؤول. صح. عن كل حاجه. طالما انت المسؤول انت اللي هتشيل شيلتك. صح. انت اللي هتتحاسب بيها في الاخر بالايجاب وبالسلب. صح. عشان كده اعتقد. صح. ان اللي كابتن حسام بيعمله ده حاجه ايجابيه. طيب تمام. احنا لسه برضو بزملاء يعني بيقولوا لي ان الكابتن حسام في المؤتمر الصحفي قال ان ازمه بيراميدز كانت يعني حاجه كده وانتهت سحبها وعدت وخلاص واحنا هنفتح صفحه جديده وكله هيرجع تاني. وهو بيشكر مجلس اداره بيراميدز على او تفهم الموضوع. تمام. انا زي ما قلت لك من شويه ان الموضوع هيخلص النهارده وبكره. انا متوقع حاجه زي كده. الحمد لله يعتبر انه خلص. لان في الاول وفي الاخر في ثلاث لعيبه قوام اساسي المنتخب موجودين في نادي بيراميدز. لازم كابتن حسام يستفاد منهم ولازم يستفاد من الشرق والغرب عشان ينجح. طبعًا. هو طبعا طبعا شيء طبيعي في مصر دلوقتي. فبننسى كل الانتماءات مع يعني خلوا اللي في القلب في القلب. لكن كله بالزبط. دلوقتي ورا مصر وورا كل لاعبتها. لكن انا بتكلم في ايه؟ مش عايز اتعلق على القرار بس انا بتكلم ان انت ما ينفعش تاخد قرار وترجع تاخد قرار صح. طيب. ما ينفعش سبع دلوقتي هو يعني هو لازم ادي اسباب يا كابتن. اكيد انت عندك فيه اللي هو ايه في القانون بنسميها روح القانون. اللي انا بعرف ان انت مخطئ قوي بس انا هعدي لك بمزاجي. هعدي لك بمزاجي. هو يمكن الوقف اللي قرار الوقف اللي خده ده يمكن على المباراه الوديه بتاعه النهارده. انما في العموم لا ما ده اللي بتكلم فيه بقى. ان انا الحزم بتاعي والحسم بتاعي ان انا هاخد قرار. شكرا. زي ما احنا متعودين كده في الحياه. يعني بس لما اخد قرار ابقى درسه كويس قوي عشان ما ارجع يبقى الدنيا ايه بدات تسيب مني سنه. بس اكيد القرارات لما بتخرج متسرعه. بالظبط بالظبط. بيبقى الرد فعل فيها صعب شويه. بالظبط. فيعني بس انا زي ما بقول لك القرار بتاع الوقف بتاع لاعبي بيراميدز اعتقد ان كان على ماتش النهارده
وبعد كده خلص خلص الموضوع انتهى خلاص، وان شاء الله الفرقه كلها تبقى متواجده يوم ماتش كينيا ان شاء الله. ماشي، عندنا بكره ان شاء الله انطلاقه جديده لبطوله كبيره جدا، امتداد ان شاء الله تكون امتداد في الافتتاح بتاعها كمان وفي الشكل الجمالي والحضاري اللي احنا شفناه في بطوله الامم الافريقيه اللي نظمناها على احسن ما يكون. عندنا بطوله برضو لا تقل اهميه عن البطوله الافريقيه. اكيد. بدايه الشعار من وجهه نظري بتاع البطوله احسن بكتير من الشعار بتاع بطوله افريقيا، تخيل يعني، يعني حاجه جديده ما اتعملتش قبل كده. يمكن شعار بطوله افريقيا كان مستمد من 90 او 91، انما الشعار الجديد اللي اعلنوا عنه النهارده بصراحه حاجه جميله وحاجه جميل. حلوه يعني. جميل. تمام، دي نمره واحد. نمره اتنين، بطوله مهمه جدا 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 لمنتخبنا الاولمبي. احنا ما رحناش اولمبيات من 2015، من لندن 2015 تحديدا. عايزين نرجع فرق امكانيات اللعيبه بتاعتنا في المنتخب امكانيات جيده. للاسف انا ما اعرفش انت عرفت ان طاهر محمد طاهر اتصاب ولا لا؟ عرفت وخرج بره المعسكر برضه، ودي يعني حاجه خرج من البطوله، واعتقد انه هياثر بالسلب جامد على الفرقه. وجوده كان هياثر ايجابيا ان شاء الله، ما ياثرش سلبيا باذن الله. المشكله ان هو يعني مزق هياخد شهر ونص، فالدنيا صعبه شويه. ده هو كان لسه راجع من اصابه، ففي كاحل ثلاث ماتشات بس، وربنا مش رايد له يعني. المهم الفرقه، اعتقد المنتخب الاولمبي منتخب قوي، مجموعه لعيبه كويسه جدا، معظمهم متواجد على طول في الدوري العام بصوره مستمره. في منهم ثلاث لعيبه متواجدين مع المنتخب الاول بطريقه كويسه، اذا كان رمضان صبحي ولا مصطفى محمد متواجدين على طول، او كابتن حسام البدري استدعاهم في اخر مباراه. يعني منتخب اعتقد بالاسامي اللعيبه اللي موجوده لازم يعمل حاجه ايجابيه. بس الاسم ولا الفكر التدريبي؟ الاسم ولا الفكر التدريبي؟ اسم لا بص هقول لك حاجه، زي ما قلت لحضرتك المدرب هو اللي بيحط اللعيبه في المنظومه اللي هيشتغل بيها المباراه. جميل. تمام؟ جميل. اللعيبه مهما كانت لعيبه جامده، لو ما لقتش منظومه تشتغل من خلالها هتفشل. جميل. لان كل لعيب يشتغل لوحده مش هيوصل. كلام محترم. في الاول وفي الاخر اللعبه دي، لعبه كره القدم، لعبه جماعيه، 11 واحد موجودين في منظومه المدير الفني بيحطها. لو مش موجوده المنظومه دي انسى، حتى لو احسن لاعيبه في العالم. صح. يعني بدون كلام يعني، فالفيردي في برشلونه معذبنا والله معذبنا، معاه لعيبه على احسن مستوى بس يعني النتائج بتاعته وحشه. هو المدرب. فهي قصه مدرب. لو بالزبط. مدرب العكس بقى، لو مدرب كويس معاه لعيبه 50% او 60% ممكن ياخد بيهم بطوله. طبعا وحصلت كتير. طبعا. يعني مش هنتكلم عن مثلا اليونان في 2002، تمام، اوتوري هاجل في 2002 ما حدش يعرف حاجه عن اليونان، وطلع مكان فرقه ثانيه ووصلت وخدت البطوله. في حاجات كتير. تمام. فانت في الاول وفي الاخر المعول الرئيسي هو كابتن شوقي غريب، يجي من بعدين لعيب. لو كابتن شوقي خلص كل حاجه عنده وعمل كل حاجه مظبوطه، بعد كده تقدر تسال اللعيبه، خاصه انهم صغار في السن. انت لسه لحد دلوقتي بتقول عليهم منتخب اولمبي تحت 23 سنه، فهم برضو صغار في السن، لازم يكونوا موجودين جوه نظام محدد ومظبوط. تمام. تعال قبل ما نكمل كلامنا، اقول بس للساده المشاهدين واقول لحضرتك طبعا القرارات اللي اتخذت بعد مباراه الاهلي والزمالك في كره السله. قرارات انا مش هعلق عليها طبعا دلوقتي خالص. ايقاف عصام عبد الحميد المدير الفني لنادي الزمالك 4 مباريات وتغريمه 50,000 جنيه. ايقاف وائل بدر مدرب الزمالك 2 مباريات وتغريمه 15,000 جنيه. ايقاف لاعب الزمالك هيثم السحارتي 2 مباراة وتغريمه 50,000 جنيه. ايقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك 2 مباراة وتغريمه 30,000 جنيه. ايقاف اسلام سالم لاعب الزمالك 1 مباراة وتغريمه 10,000 جنيه. ايقاف ابراهيم الجمال لاعب الاهلي 2 مباراة وتغريمه 40,000 جنيه. ايقاف احمد اسماعيل لاعب الاهلي 2 مباراة وتغريمه 30,000 جنيه. تغريم سمير جوده مدرب الزمالك 10,000 جنيه وتغريم وسام العبد لاعب الزمالك 5,000 جنيه. تغريم الاسماء الاتيه 2,500 جنيه، وهم محمد الجرحي وايمن شوكت ومحمود الزيات ويوسف المعداوي وحاتم حسام من الاهلي، هذا بالاضافه لعمرو هشام وادهم عصام عبد الحميد واحمد حاتم وكريم الدهشام ومحمد مصطفى وسامر عيسى واحمد جمال وهيثم عبد الحميد من الزمالك. دي القرارات اللي اتخذت
من قبل الاتحاد ضد الاهلي والزمالك في مباراه الباسكتبول اللعبة تنتهي بفوز النادي الاهلي. انا مش هعلق لغايه لما نسمع اكيد تعليق النادي الاهلي على هذه القرارات. طيب اعلق انا؟ لا خلينا نسمع القرارات الاول. انا اتغصت وانا قاعد بطلع نار وانا قاعد. طب علق. يعني ضربني وشكى وضربني وبكى وسبقني انا عايز افهم احنا دلوقتي بندافع عن اللي بيحصل فينا. يعني ايهاب ما غلطش في حاجه، لعب كوره عاديه جدا ايهاب امين، والناس ابتدت بعد كده يحصل. يعني انت هتيجي تضربني وانا هسيبك تضربني؟ سؤال. لا أكيد. هو هدافع عن نفسي. هو انت بتتكلم في حاجات انا بحب اتكلم فيها. احنا استحاله تحاسبني على رد فعلي، بس ما تحاسبنيش على يا جماعه استحالة. يا جماعه من البديهيات ان انت تحاسب حد على رد فعله، دي ملغيه في من قاموس الحياه. ما تجيش تضربني زي ما الكابتن احمد بيقول وبعدين تلومني بس انت ضربته ليه. استحاله تحاسب حد على رد فعله. يعني هم رايحين يضربوا بيجروا ورا ايهاب امين، متخيلين اللعيبه بتاعتنا هتعمل ايه؟ كل اللي هتعملوها تنزل تحوش. طب بعد كده انت رفعت الكراسي وضربتني في ملعبي وشتمت جمهوري، عايز نعمل ايه؟ انا يعني مش عايز اتنفس. عموما ابعد الموضوع ده عني عشان هتنرفز واقول كلام كبير فبلاش منه. ما انا عشان كده ما يعني بقى انا بقى عارف بقى. انا عارف. طيب هقول لكم تاني القرارات مره تانيه للساده المشاهدين. مره تانيه ايقاف عصام عبد الحميد المدير الفني للزمالك 4 مباريات وتغريمه 50,000 جنيه، ايقاف وائل بدر مدرب الزمالك 2 مباراة وتغريمه 15,000 جنيه، ايقاف لاعب الزمالك هيثم السحارتي 2 مباراة وتغريمه 50,000 جنيه، ايقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك 2 مباراة وتغريمه 30,000 جنيه، ايقاف اسلام سالم لاعب الزمالك مباراه وتغريمه 10,000 جنيه، ايقاف ابراهيم الجمال لاعب الاهلي مباراه وتغريمه 40,000 جنيه، ايقاف احمد اسماعيل لاعب الاهلي 2 مباراة وتغريمه 30,000 جنيه، تغريم سمير جوده مدرب الزمالك 10,000 جنيه، وتغريم وسام العبد لاعب الزمالك 5,000 جنيه، تغريم الاسماء الاتيه 2,500 جنيه، وهم محمد الجرحي وايمن شوكت ومحمود الزيات ويوسف المعداوي وحاتم حسام من الاهلي. من الزمالك عمر هشام وأدهم عصام عبد الحميد وأحمد حاتم وكريم الدهشام ومحمد مصطفى وسامر عيسى وأحمد جمال هيثم عبد الحميد، دي لعيبة الزمالك. ثانية واحدة بس. اتفضل. نقطة واحدة. أنا شفت فيديوهات كتير. لا نقطة واحدة ومش هتكلم. خليك هادي. وسام العبد في أحد الفيديوهات رافع كرسي على لعيبة النادي الأهلي، بس ده التعليق بتاعي. ياخد 5,000 جنيه إزاي؟ دي بقى مش بتاعتي، بس انا بقول لحضرتك وسام العبد رافع كرسي على ابراهيم الجمال عندنا واخد 40,000 جنيه ومباراتين 40,000 جنيه. بص ممكن يكون الـ 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 يعني رد فعله كان قوي شويه، فاحنا مش عايزين يعني خلاص انا مش هتكلم، بس انا بوضح نقطه وسام العبد دي بالذات لانه فعلا كان رافع كرسي على لعيبه النادي الاهلي في اخر المباراه خالص. هو المفروض يا كابتن، المفروض بجد بجد والله سؤال يعني نجاوب عليه بجد، المفروض لما انا اضربك انت تقول لي والله ما انا هستنى اتحاد الكوره يجيب لي حقي. مش لا بجد انا عايز اعرفها يعني. لا لو حصلت في الملعب ما هو حاجه من الاثنين. لا انا بتكلم دلوقتي ان احنا خرجنا بره الملعب. خرجنا بره الملعب لا طبعا هاخد حقي. يعني يعني على الاقل على الاقل يعني انت جاي تضربني ليه؟ انا عملت ايه اصلا فيك؟ بقول حاجه، انا كسبان وانت انسحبت في وسط المباراه وعايز تطلع بره وطلعت الجمهور وخليت الامن يطلع الجمهور ورجعت كملت المباراه، ولما كملت المباراه فقت في الفتره الثالثه وقربت وبقى الفرق بيني وبينك بنتين، وبعدين هوب ركبت ده في فتره من في اخ قبل نهايه الفتره الثالثه بحوالي 45 ثانيه فرقوا عننا بنت، وبعدين رجعنا احنا فرقنا 2 بونت قبل النهايه قبل نهايه الفتره الثالثه، وفي الفتره الرابعه بقى حدث ولا حرج ركبنا المباراه ثاني زي ما كنا راكبين. فانت في ايه؟ مش عارف يعني طلعوا الجماهير، الجماهير تطلع مش عارف مش هنلعب غير لما الناس تطلع. حاضر. طب انت اللي عايز تبوظ المباراه. طب خلصت والله المباراه. والله ما عارف، والله ما عارف. انا بصراحه مش عارف، وضد التعصب الاعمى اللي احنا بنشوفه. ايه المشكله يعني ان لعيب حط كره من بين رجلين لعيب، وايه المشكله ان هو حطها في الاصل؟ اقول لك ايه، انا كلمت حد صاحبي جدا كان كابتن مصر في كره الباسكت من الزمالك، قلت له يعني هو فيها مشكله يعني كوبري، احنا بنعمل كباري في الماتشات، ايه الكوبري اللي في المشكله فيه في الباسكت يعني؟ قال لي مفيش مشكله خالص، بس هو المشكله في توقيته. قلت له يا سلام، يعني هو لو اداهوله في الاول الكوبري ده ما كانش هيبقى زعلان؟ ما هي انا عايز افهمها. اصل هو بيقول لك اصل كده يعني مش عارف ايه بالخصم. يا جماعه كوره، هي كوره طالما ما فيهاش قله ادب، ما فيهاش ضرب، ما فيهاش عنف، ما فيهاش كوره. الراجل عايز يعدي بالكوره، لا بين رجليه مفتوح، حطها من بين رجليه. ايه المشكله بجد والله؟ ايه المشكله؟ ما فيش اي مشكله. المشكله في التعصب الاعمى
مشكله في الحزازيات اللي موجوده قبل المباراه، والتاني عمل سبرنت لعيب تاني انا شفت انا شفت برضه حطها له كوبري، خلي بالك. ايوه يعني التاني ده خد كوبري هو كمان، بس ما حدش واخد باله. يعني هو بقى مين ادى الاولاني، التاني جاي يجري عليه راح حطها له من بين رجليه، خد اللعيب الافريقي بتاعه. بس والله بقى ركز فيها، شفتها ماشي. يعني حاضر يا جماعه، كفايه كفايه يا جماعه. يعني هو انا الكلام بتاعي انا بقول لك الكلام هو اللي بيوجع قوي، يعني ما احنا قاعدين ما بنتكلمش اهو. خلاص بعد كده اهاب لو سمحت اهاب، يعني حاول ترقص من بعيد اهو. مبسوطين كده؟ خلينا نرجع للمنتخب الاولمبي يا كابتن. منتخبنا الاولمبي هيروح فين في البطوله دي؟ والله مش عارف اخش من دل ده مره واحده، ليس على كبر حرج، وبعدين طلعتني ودخلتني في قصه ثانيه خالص. طيب انا هو معنا منتخبنا إيه؟ هيروح فين؟ المنتخب الاولمبي مباراه صعبه، معاه مجموعه قويه، المجموعتين فرق بصراحه، المجموعتين قويه جدا، اذا كان مجموعتنا او المجموعه الثانيه. بس يعني انا شايف ان مالي هتقف قدامنا جامد قوي. اعتقد ان اقل فرقه في المجموعه دي جنوب افريقيا، مع ان الدنيا لسه ما بنتش خالص. دول ما لهمش مقاييس، دي وجهه ما لهاش مقاييس يعني. انما على الورق هم اقل فرقه، احنا معانا مالي فرقه قويه جدا جدا جدا. اعتقد فرقه الكاميرون هتبهرنا، هتبهرنا في البطوله، بمعنى هتبهرنا. انا معايا اللعيبه بتاعه الفرق اللي متواجده. هنشوف كاميرون، مالي، غانا، هنشوف ثلاث فرق قويين جدا. خلي بالك اللعيبه دي بتبقى جايه عايزه تسوق نفسها. أيوة. غير المنتخبات الكبيره، خلي بالك، عارف المنتخبات الكبيره ما تقلقش منهم زي دول كده كده. انما دول بقى بيموتوا نفسيهم بالظبط. ده دول انت يعني انا لو استعرضت لك بعض اللعيبه يعني انت فعلا هتقول حاجات غريبه. قول لي. يعني مثلا لو اتكلمنا على منتخب غانا، اولا 98 ده شيء طبيعي، 2000 و2001 في الفرق عادي جدا عادي جدا. في مش هنتكلم على حراسه المرمى في غانا لان كلهم محليين، اشانتي كوتوكو وهارتسوف اوك. انما لو جيت اتكلمت على بعض اللاعبين، حبيب محمد ده لاعب اشانتي كوتوكو، كان متواجد في المنتخب الاول لغانا فتره كبيره جدا من الفترات، وموجود في المنتخب على طول. في ياو يبوا لاعب سيلتا فيجو الاسباني، وده لاعب اساسي في سيلتا فيجو. في سيمون زيبو لاعب فيتوريا جماريش البرتغالي، لعيب هايل جدا جدا، لعيب كويس قوي، بيلعب لسه في غانا وهيموت نفسه، اسمه فوسيني زكريا. وبقول لك حط ايدك عليه، سردباك عالمي، عمل عالمي. عندك في لعيبه كتير جدا، في لاعب من باداجواز الاسباني اسمه كينغسلي فوبي، لاعب هايل جدا. المشكله ان معظمهم محترفين في هولندا، فنلندا. في نور الدين عبد العزيز لاعب فيجون الغاني، لعيب كويس. اوسوك وابيانا لا بيلعب في قرطبه، بيلعب اساسي موجود في الفرقه. انت مذاكر الفرق كويس؟ لا الحمد لله محضر الفرق كويس، لعيبه كويسه جدا جدا وهتفرق كتير جدا مع منتخب غانا. ولكن تعال نخش على منتخب الكاميرون واسمع بقى. اولا من اول حراسه المرمى، انت عندك حارس موجود في تشيلسي مواليد 2000 اسمه تي، اسمه الدلع بتاعه. حارس مميز جدا، ده محترف في تشيلسي. بعد كده في تشيلسي اللي هو تشيلسي تشيلسي انجليزي، بس مواليد 2000 يعني. تشيلسي خلي بالك، مواليد 2000 في افريقيا. لا لا اسمه تشيلسي، لا لا تشيلسي انجليزي. انا قلت يعني لا تشيلسي الانجليزي. هون شويه عليك. لا ما تهونش. طيب عندك في خط الدفاع في رافائيل انابا، لاعب ليون الفرنسي مواليد 2000، لعيب حكايه، بيتكلموا عليه في فرنسا بطريقه جامده جدا. خط الوسط عندهم كيفن اوليفر، بيلعب في اسبانيول الاسباني. عندهم بان ايتيكي، لاعب غرناطه الاسباني. ده كاميرون ها؟ كاميرون. مارتن هونجيلا من انتورب البلجيكي. تييري زوبو مواليد 2000، ومن بطوله كاس العالم اللي فات كان واخد من احسن التشكيل، بيلعب في تولوز الفرنسي. لعيب هايل جدا. تمام. فالمنتخب بتاع كاميرون انا شايف انه هيبقى منتخب مالي، منتخب جامد جدا. نخش بقى على منتخب مالي وحدث ولا حرج. تاني؟ ده مالي ده يعني حاجه قصه. عندك الحراس يوسف كويتا بيلعب في جيرونا. سامويل ديارا في ديبورتيفو لونزيا في اسبانيا. تمام. دول اتنين حراس، في واحد محلي بقى كويتي بيلعب في مالي. تمام؟ خط الدفاع. باجايوجو لاعب صفاقس التونسي الباك ليفت. اظن كتير من المصريين يعرفوا باجايوجو كويس. كليمون بوباكار بيلعب في لاتفيا. عندك موسى سيسوكو
اظن كلنا عارفينه بتاع باريس سان جيرمان، مش بتاع توتنهام، لا موسى سيسوكو ده بيلعب في باريس سان جيرمان، مواليد 11 سنه 2000، لعيب هايل. في يوسف تراوري في خريبكا المغربي، واكيد اليو ديانج اللاعب بتاعنا، طبعا تحياتنا ليه وان شاء الله يعمل بطوله كويسه وينضم للاهلي كويس. الاسماء دي قبل السؤال ما كنتش سالتك السؤال. طب انا خلاص مش هكمل. ما كنتش قلت لك هنروح فين لغايه توكيو؟ لا لا بص، انا لسه ما اتكلمتش على نص اللعيبه الموجوده، يعني انا معايا كل اللعيبه تقريبا الموجوده في البطوله والانديه اللي موجوده فيها. بطوله قويه جدا واحنا هنتعب. انا يعني انا خايف بصراحه، من غير ما همدك ولا همد المصريين ولا همد الجمهور الاهلاوي، انا خايف وخايف جدا على المنتخب وحاسس انها هتبقى بطوله قويه جدا. التريبي بيقول لك الاسماء اللي عندنا برضو مش وحشه. مين التريبي؟ هو زميلك مين في الاعداد. مين التريبي؟ مين يا خالد؟ خالد. لا لا انا عايز اعرف مين، يعني انت قول لي. انا بقول لك لعيبه محترفه في تشيلسي. التريبي احنا لازم نتشجع يا كابتن، يعني لازم ندي لعيبتنا امل، ولازم احنا كمان نبقى فينا جوانا امل. انا عندي زي ما قلت لحضرتك، دي مجموعه لعيبه كويسه، الاطار اللي هتلعب بيه ازاي في المباريات، المدير الفني اللي ماسكهم هو اللي هيفرق معاهم، اكيد هتفرق معاه، فاكيد الفرقه كلها مش هتبقى زي ما انا متخوف أكيد. ولكن لو ما عملناش حساب وما احترمناش الفرقه اللي قدامنا هنطلع بفضيحه زي جنوب افريقيا. ماشي 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 ماشي. احنا السؤال ده يعني قلته للكابتن احمد، ان اللعيبه المحترفه الصغيره غير اللعيبه المحترفه الكبيره يا جماعه. اللعيب الصغير بيبقى عايز يروح انديه اكبر وانديه اكبر، اللعيب الكبير لا، الموضوع مختلف. اللعيب الصغير بياكل النجيله دايما، احنا متعودين على كده. هو عايز يروح نادي اكبر من تشيلسي، عايز يروح نادي وعارف ان في ناس قاعده تتفرج عليه. لا لا ده كل الموضوع مختلف. ده كل الانديه في اوروبا بتبعت لعيبه، بتبعت متابعين للبطوله اندر 23 واندر 17 واندر 20، دول لازم يكونوا موجودين يقيم اللعيبه بتاعتك، لان هم بيبقوا طالبين منهم لعيب في الحته الفلانيه وسنه قد كده. فلا اعتقد ان كل لعيب فيهم هيبذل قصارى جهده طبعًا عشان يروح حته احسن. طبعا طبعا. اللي يخوفك كمان بقى يا كابتن، طالما انت بتتكلم بقى في العموم بقى نتكلم، ان اللعيبه اللي هي محترفه في انديه بره يعني عارفين يعني ايه تكتيك. طبعا اللي هو مش هلعب بالروح والدم طبعًا وانزل طبعًا يلا وكل النجيله، مفيش الكلام. لا اختلفت، مفيش الكلام ده. لا الدنيا اختلفت، تكتيك بيلعب بدماغه بيلعب بعقله، فتلاقي الكوره هي اللي بتجري. زمان كنا بنضحك على فرقه بيقولوا هم بيعملوا ايه؟ بيجروا وبيعملوا جنبات، فكل ما تلعبهم على الارض كره سريعه تقدر توصل للمرمى وتكسبهم فرقه وسهل جدا. انما انت دلوقتي الكلام ده اختلف تماما. انت هم اللي بيجوا يلعبوا كوره عليك هنا او في اي حته، يعني بيلعبوك كوره، بيلعبوك بتاكتكس، والتكنيك في الحركه بتاعهم بالظبط بقى اعلى بكتير من الاول. بالظبط. فانت دلوقتي يعني سوري، يعني احنا قلنا في افريقيا خالص عن هما بيزيدوا واحنا بنقل. ليه؟ عشان هما بيطلعوا احتراف. من انت لو بصيت على محترفين في البطوله، في اللي في لاتفيا، النمسا، فنلندا، ايسلندا، المكسيك، امريكا، في بلاد في استراليا. بس هما كابتن عشان برضو نبقى واقعيين جدا، هما بيلعبوا مش بيلعبوا في الدرجه الاولى عندهم، ممكن بيلعبوا في قطاعات ناشئين، ممكن قليلين قوي بيلعبوا في الدرجه الاولى، ولا برضه كلهم بيلعبوا في الدرجة؟ كله درجة أولى، كله برضه مفيش 18 سنة 19 سنة بيلعب درجة أولى. كل اللي أنا بقول لك عليهم دول ستاندنج في الأندية بتاعتهم، كمان ستاندنج في الأندية بتاعتهم السيين. فيعني لا لا، أنت البطولة قوي. خلي بالك معظم المنتخبات، أنت عندك منتخب غانا دلوقتي. طب إحنا دخلتنا للأمل منين؟ أنت لازم تلاقي والله زمان يا سلاح. لا لازم مقاتل بقى. لازم تدخلنا في مدخل أمل. طيب زي ما قلت لك، إحنا لو في المنتخبات اللي بتلعب كرة دي لازم نقفل الملعب كويس قوي، نلعب 4-3-3 مقفوله جيده جدا ونلعب على المرتده. هتقول لي تلعب على المرتده وانت بتلعب في ملعبك؟ اقول لك لان هم عندهم معظم افريقيا السردباكات والطرفين بيبقوا طايرين، فتقدر تلعب ما بين السردباكات والباك على طول، يعني ما بين السردباك في ظهر الباكين اذا كان الباك رايت والباك ليفت. تمام. اكيد بتبقى عندهم المواجهه من النص قويه جدا، خاصه ان السردباكين بيبقوا غالبا طوال غالبا، والديفندر بيبقى قوي جدا. وعندك مثلا اليو ديانج وكل لعيبه الديفندرات في ما شاء الله ما شاء الله بتبقوا بيبقوا حاجه قويه جدا جدا يعني. فدول لو رحت لهم من القلب هتتعب. فالحل بتاعك ان انت تروح من الاطراف. طب ولو لعبتهم كوره؟ لو لعبتهم كوره هتلعب معاهم كوره، بس هم لما يستلموا هيلعبوك كوره. تمام. يعني انت هتلعب. طب انت شفت مباراه جنوب افريقيا ازاي؟ بتاعتنا احنا هنا؟ بصراحة هم كانوا كويسين جدا، وكان ليهم مؤشر في الشوط الأولاني بطريقة كويسة جدا. لعبوا على اللي احنا اللي أنا بقول لك ممكن نلعبه، إن هم مضغوطين وبيلعبوا على المرتدات
خصوصا الطرفين مسكونه هارونا بصراحه. تمام. سيبك من بقى الشوط الثاني، الشوط الثاني احنا كنا قريبين شويه من الجون وضيعنا، خصوصا تريزيجيه ضيع اثنين، بس هم كانوا من الشوط الاولاني يكسبوا بصراحه، والشناوي كان عامل مباراه هايله. تمام. اعتقد ان اللي انا بقول ان طالب نلعب بيه بيلعبوا دفاع كومباكت وبيلعبوا الهجمه المرتده، جنوب افريقيا عملت فينا كده. انا نفسي كابتن شاوي غريب يلعب بالطريقه دي، لانه مش هيقدر يجاري الفرق بتاعت افريقيا في السن ده في الجري وفي اللياقه البدنيه. دي وجهه نظر. تمام. طاهر محمد طاهر زي ما قلت لي خسرناه، ربنا يحفظه. خسرنا طبعا، كمان خسرناه اكيد اكيد. ربنا يشفي. اللعيبه كانت مهمه جدا، لعيبه مميزه قوي قوي. لو يعني مش هكذب عليك لو قلت لك 40% من المنتخب لو كان لعب محمد محمود تحت طاهر وتحت طاهر ورمضان صبحي كانوا هيفرق كتير جدا. طبعا اثنين لعيبه مؤثرين جدا. الاوحش من كده واللي هياثر بالسلب واللي انا شايف انها نقطه ضعف عندنا في المنتخب بتاع المنتخب الاولمبي ان الثلاث حراس المتواجدين ما فيش واحد فيهم لعب ماتش رسمي. ما فيش واحد السنه دي لعب ماتش رسمي. عمر رضوان احتياطي الحراس. عمر رضوان احتياطي لمحمود الغرباوي الخمس ماتشات اللي فاتوا، ما لعبش غير السنه اللي فاتت. عمر صلاح ما لعبش ولا مباراه، واللي بيلعب هاني سليمان في سموحه. محمد صبحي نزل، محمد صبحي لعب، نزل 10 دقائق ولا 15 دقيقه لما تعور عواد في الماتش الاخير. فانت دلوقتي اكتر واحد لعب 15 دقيقه هتلعبه على اي اساس؟ ثلاث حراس رجليهم مش في الملعب. قبل ما نطلع فاصل عشان اسيبك تاخد نفسك شويه، مين الحارس اللي انت هتكون مستريح له شويه بصفتك بقى كنت نجم؟ اعتقد ان اللي هيلعب، لا اعتقد قولا واحدا اللي هيلعب عمر رضوان، لانه اكتر واحد رجليه في الملعب واكتر بقى له اربع سنين بيلعب دوري ممتاز. صحيح السنه دي ما اشتركش، بس هم الثلاثه ما اشتركوش، فاعتقد ان اقرب واحد يلعب عمر رضوان. عمر رضوان اعتقد. عمر رضوان مش صبحي. هتسجل عليا. عمر رضوان مش صبحي. ايوه عمر رضوان. تمام. طب نطلع فاصل؟ اتفضل. نطلع فاصل تريح شويه كده، لان ندخل بقى على الاهلي والمعسكرات وهتشوف المعسكر او توقف الدوري كان سلبي ولا ايجابي بالنسبه للاهلي تحديدا. فكر، وبعد الفاصل نرجع نتكلم في الموضوع. نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع النجم الكبير احمد فوزي. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله، ومنورني ومشرفني النجم الكبير الكابتن احمد فوزي. اهلا بحضرتك مره ثانيه يا كابتن. ربنا يعزك. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن توقف الدوري. تمام. وهل ده كان في مصلحه النادي الاهلي تحديدا ولا ضده؟ بس يعني ماشي. فكر. طيب. في اي موقف بيحصل بيبقى ليه نتائج سلبيه ونتائج أكيد. ايجابيه. اكيد. من الناحيه السلبيه الاهلي كان ماشي بخطى ثابته مع الراجل، مع مستر فايلر، ماشيين بطريقه مميزه جدا. الراجل بيكتشف اللعيبه في الماتشات. جميل. نمره واحد، بيكتشف اللعيبه في الماتشات. حلو. حلوه الدخله دي. ماشي. ماشي. تمام. فهو نقطه سلبيه للاهلي توقف الدوري في مثل هذا الوقت. طيب تعالى النقطه الايجابيه اللي قدامها. الراجل ما حضرش معاهم فتره اعداد. ما قدرش يعرف جميع كل اللاعبين امكانياتهم ايه. بيلعبوا في مركز ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. تمام. وجوده في فترة إعداد، حتى هو يمكن الناس عتبت على إن ما فيهاش ماتش ودي. يا جماعة هو مش رايح يلعب ماتشات ودية. إذا كان هو لعب ماتشات رسمية أوريدي، هو رايح يخلي اللعيبة تقرب من بعضها. نمرة واحد، يشربوا دماغه كمان. نمرة اثنين، اللعيبة تحفظ دماغه عايز يعمل إيه بالظبط. نمرة ثلاثة، يصلح بعض التحركات لبعض اللعيبة في الملعب عشان يلعبوا بالطريقة بتاعته. تمام. فالناس كلها عماله تقول ازاي ما يلعبش ماتش ودي ومش عارف ايه. لا، انتوا مش هتفهموا اكتر من راجل جه لعب مع النادي الاهلي خمس ست ماتشات وعمل نتائج كلها ايجابيه. فانت لا، هو جاي وعمل اقناع، بس هو هو اقنع الناس كلها. لا، هو اقنع الناس كلها واهتمامه بالتفاصيل هو ده اللي محبب جمهور الاهلي فيه. جميل. تمام. جميل. فعشان كده انا بقول لحضرتك التوقف ليه نواحي سلبيه ونواحي ايجابيه، واعتقد مهما كان لازم ناخد النواحي الايجابيه ونمشي بيها، وان شاء الله الاهلي هيرجع احسن من الاول. اكيد. مع المعسكرات الداخليه ولا المعسكرات الخارجيه، وايه الفرق بينهم من وجهه نظرك كلاعب دولي عندك؟ بص اقول لحضرتك، مهما كان النادي الاهلي صعب يعمل معسكر داخلي بصراحه. معسكر خارجي هيبقى احسن 100 مليون مره من المعسكر الداخلي، لان المعسكر الداخلي هتروح فين؟ هتروح اسوان، اسكندريه، الساحل، هتروح مش عارف اسماعيليه، بورسعيد، يعني فين الحته اللي انت هتروحها الجمهور مش هيتلم عليك فيها؟ فين الحته في مصر ما فيهاش جمهور اهلاوي؟ ما فيش. مصر عم بكره يا بيها. تمام. 80% منها اهلاويه. تمام؟ تمام. انما بره في ناس بتروح لهم وفي ناس كتير اهلاويه موجودين في الامارات مثلا تحديدا، ولكن الانغلاق هيبقى اكتر.
لان برضو انت عارف الدول العربيه كلها بعد الساعه 10 ما فيش، بعد الساعه 9 بالليل ما فيش، احنا هنا مصر 24 ساعه شغالين اوبن داي. فلا انا اعتقد المعسكرات الخارجيه بالنسبه للاهلي تحديدا احسن بكتير من المعسكرات الداخليه. تمام، ايه اللي ممكن يضيفه فايلر في المعسكرات؟ ايه اللي محتاجه؟ لا اللي محتاجه هو اعتقد ان هو ادرى بيه مني. تاني اللي محتاجه هو ادرى بيه مني. لا من وجهه ولكن من وجهه نظرنا احنا في العموم كجماهير. في العموم انا شايف ان هو بيلعب بطريقه بيلعب 4-3-3 بيخلي الجناحين يضموا ورا راس حربه بينزل يستلم والجناحين يخشوا من وراهم والطرفين بيطيروا اذا كان الباك ليفت او الباك رايت. جميل. فهو ممكن يكون بيلعب على الحته دي، هو عايز اللي كان بيلعب مكانه بقى ازارو اجاييه اي حد في الراس حربه مروان صلاح. تمام. عايز ينزل يبقى عنده الاستحواذ كويس، التسليم والتسلم في الحته دي كويس، عايز الطرفين لما يخشوا جوه يبقوا ايجابيين على المرمى ويروحوا على الجون على طول، مش لسه هيخش عشان يعمل بقى العرض، لا ده هو يروح ويخلص على الجون. عشان كده شفنا رمضان صبحي بطريقه مميزه جدا. بالزبط. الطرفين لما بيكملوا بيلعبوا الكره مش لازم يلعبوها كروس عالي، لا ده غالبا بيلعبوها على الارض الورا اللي جايه من ورا اذا كان حمدي فتحي ولا عمرو السوليه. فطبعا الدنيا حتى اليو ديانج لما كان موجود. النقطه الوحيده السلبيه عندنا واللي اكيد كان بيلاقي لها دور كبير جدا هي ان لما علي معلول يطلع او احمد فتحي لازم ديفندر من ديفندرين ما يكملش. احنا عندنا مشكله ان احنا عايزين نجيب جون على طول، فالمشكله لو الطرفين طايرين لازم على الاقل الديفندرين بيبقوا واحد منهم ثابت والتاني طاير. احنا ممكن تلاقي الاربعه طايرين عشان عايزين نجيب جون، ودي خلي بالك نقطه سلبيه. ممكن تكون ايجابيه في الضغط على الفرقه المنافسه، انما لو الفرقه الثانيه استحوذت ولعبت علينا كوره هتبقى مشكله كبيره جدا. ما انت حسب وقفه الفرقه الثانيه ايه؟ عشان كده انا بقول لك ايه؟ يعني انت لو الفرقه الثانيه مستنياك اصلا فانت زياده مطلوبه. حلو، لو مستنيني بس لو بيلعبوا بقى على المرتده هم يبقى انا لازم اوقف لهم ديفندر من الاثنين. او لما باك يطلع لازم الباك الثاني يقف، لما الباك يطلع تبقى زي البندول كده، لما باك رايت مثلا احمد فتحي محمد هاني اي حد يطلع لازم علي معلول يقف، لما علي معلول يطلع لازم السرد باك لازم الباك الثاني يقف ويترحلوا عشان يبقى فيه عشان يقفل الثلاثه اللي بالعرض. فهي اكيد قصه الترحيل دي هتلاقيه عاملها بطريقه مميزه جدا. اكيد قصه انا رايي ان ازارو مع الراجل ده لما يلعب هيبقى حاجه ثانيه خالص. كنت لسه اسالك مين اللعيبه اللي ممكن تشوفها اقوى؟ لا اكيد طبعا اكيد ظهر احمد بجانب طبعا اللي احنا شفناه. اكيد احمد فتحي ظهر بطريقه مميزه، عماد صبحي فتحي ظهر بصوره مميزه، رمضان صبحي ظهر بصوره مميزه، الشحات حاجه ثانيه الله اكبر، اجاييه يعني اعتقد ان دول ظهروا بصوره مميزه، ولكن انا متاكد ان ازارو لما يرجع هيبقى حاجه ثانيه خالص مع الراجل ده. من اي ناحيه يا كابتن؟ هو كان ايه اللي ناقص ازارو؟ اللي ناقص ازارو الاستحواذ. ازارو مشكلته الرئيسيه في الاستحواذ، اما بيستلم الكره بتطول منه شويه، على الجون بينقصه التسرع. يعني ازارو الريتم بتاعه عالي على طول، يعني على طول تركيز. قصدك على الجون؟ تركيز على الجون يعني هو عنده تسرع، هو الريتم بتاعه كله عالي. المفروض انت كسترايكر لما توصل في الحته بتاعه ال 18 دي يكون اكيد طبعا حضرتك فاهم ومقدر الكلام اللي انا بقوله ده، يبقى عندك تيمبو في كل حته في الملعب، بس تيجي داخل ال 18 يبقى عندك نسبه هدوء عشان تعرف تحط الجون كويس. تمام. فيمكن دي اللي تنقص ازارو، ولازم مهما كان المديرين الفنيين اللي تعاقبوا عليه اعتقد ان السلبيه دي موجوده من ساعه ما جه ازارو، وكان لازم حد يتكلم فيها من بدري. اعتقد الراجل ده اتكلم فيها واتكلم فيها بصوره مميزه، وانا متاكد من اللي انا بقوله لك. فلا اعتقد ان شاء الله مع ازارو هنشوف حاجه كويسه جدا. طب ممكن يكون اتكلموا مع ازارو، بس هو ازارو اللي برضه يعني الدنيا الثقه بتروح منه، كان النقد عليه كتير جدا. هو الراجل ده بيتكلم ان هو بيديك الثقه دي طبعا تبقى حاجه من عند ربنا. تمام. ازاي انت كشخصيه تدي اللي قدامك الثقه؟ تمام. فدي فرقت مع لعيبه كتير جدا. يعني انا اقنع رمضان صبحي ان هو يتخلى عن اللمسه الزياده عن حته الشمال اللي كان بياخدها على طول. او الخط او الخط الطولي بالظبط، ان هو يتخلى عنها طول عمره بيلعبها كده. حتى في رمضان صبحي لما احترف كان نفس ستايله ان انا اخليه يستوعب فكري في 3-4 شهور. دي طبعا حاجه كبيره جدا، حاجه مميزه جدا جدا جدا. الاقناع يعني الاقناع مميز. خلي بالك الاقناع لما يتبعه تهديف بالظبط بيقنع اللاعب. بالظبط هو لما بالزبط. رمضان حس ان كل شويه قريب للجون وبيجيب جوان، لا هو اقتنع بفكر الراجل وعارف كويس ان كده ان التحرك بطريقه قطريه ناحيه المرمى احسن بكتير من طريقه طوليه على الطرف عشان لسه هعمل كروس او باصي. لا ده هو كده بيقطع لجوه. هي الاقناع اكيد هو مع ازارو وصل له لمرحله من الاقناع، ولكن ازارو لما يرجع مش هيرجع درفيل، يعني مش هيرجع 100%.
لا هو اكيد هيمشي واحده واحده وبرده مش هياخد اللي هيبتدي اجاييه، لان اجاييه في حاله جيده جدا ما ينفعش يقعد. بس لما ياخد بقى ازارو اعتقد انه واحده واحده الثقه هترجع له، بس هو يهدف يجيب مره جون واحد وهتلاقي ازارو ده حاجه ثانيه، وانا متاكد بكده ان شاء الله. ممكن بيبقى عندي لعيبه كبيره جدا، او انا شايف امكانيات لعيبه ما ينفعش اقعد ازارو، ما ينفعش اقعد اجاييه زي ما انت بتقول، ما ينفعش مثلا اجي على رمضان، ما ينفعش اقعد حسين الشحات، فممكن يعيد توظيف بعض اللعيبه ولا دي صعبه؟ ما هو انت يعني هيعيد توظيفهم ازاي؟ هيلعب 4 4 2؟ لا يعيد توظيف مش الطريقه. ماشي طيب، يعني توظيف مثلا هيلعب مين؟ ممكن مثلا ازارو يخليه مثلا كشادو سترايكر ما يعرفش يلعبها. يعني بقول لك، انا بقول لك اقتراحات. لا ماشي، ممكن يعمل كده يعني اجاييه ممكن يلعب شادو سترايكر، بس ساعتها هتغير الطريقه، تلعب 4 2 3 1، لان انت ولا هتقدر تقعد الشحات اذا كان الشحات اللي مستني وراه كتير، مستني وراه جيرادو، مستني وراه احمد الشيخ، هنا ورا رمضان ووليد سليمان ورا رمضان، فانت هتقعد وليد سليمان عدلته برضه ناحيه محمد ناحيه حسين الشحات. ماشي، بس انا بتكلم بس بيلعبوا اي حته في الثلاث، وليد يلعب اي حته في الثلاث، يلعب 8 يلعب 9 ونص يلعب 10، وليد يعرف يلعب الثلاث. فانت دلوقتي اللي مستني كتير قوي هتعدل اجاييه ليه؟ وبعدين هتلعب 4 2 3 1، طب هتودي قفشه فين؟ يعني انا ممكن اخلي اجاييه يلعب 9 ونص زي ما انت بتقول. طب ايه حلول المدرب؟ الربط هتبقى مشكله بين الربط بين خط الهجوم وخط الدفاع. اجاييه هيبقى معظم الوقت سترايكر تاني، انما مش هينزل يربط خط المنتصف وخط الدفاع بنص الملعب اللي بيعملها قفشه كويس واللي بيعملها صالح جمعه كويس. تمام فاهمني؟ تمام. فهتبقى مشكله كبيره. طب ايه حلول المدرب لو بيبقى عنده لعيبه متميزه كتيره جدا او مستواه قريب؟ ايه حلوله؟ الحل اللي هو بيعمله. الروتيشن. الحل اللي هو بيعمله. تمام. الروتيشن، وكل اللعيبه تبقى في مستواها، فاللي يلعب يبقى عارف ان في واحد بيدبدب وراه، لو بقى وحش هيقعد. يعني الروتيشن ده، عشان بس الناس، ده كان سؤالي ليك والله، الروتيشن ده في ناس كتير فاهمه ان الروتيشن ده عشان الاجهاد. لا يعني طبعا، يعني اللعيبه مجهده فنعمل روتيشن عشان اتكلمنا. ساعات بيبقى عشان الاجهاد، بس في الاصل انا عندي 25 لعيب منهم 20 لعيب لازم يكونوا موجودين في الملعب، فانا هقعد حد النهارده والماتش الجاي هطلعه بره ال 18 ولاعب واحد وادخله جوه ال 18 والعبه في التيم. فعمليه الروتيشن انت بتستخدم كل اللعيبه وامكانياتها في الماتشات على مدى الماتشات كلها، وعلى حسب قوه وضعف الفرق اللي قدامك. بس الانديه الثانيه بتستفيد من فتره التوقف ازاي يا كابتن؟ معظمها بتبقى اللي هي امكانياتها بقى ان انا ما عنديش معسكرات، ان انا هو في النادي. في النادي خلاص، انا بروح اتمرن وبعمل ماتشات وديه عندي في ملعبي او بره في حته ثانيه بتاع كلام من ده، انما غالبا ما فيش حد طلع معسكر في الفتره اللي فاتت دي من الانديه، كلها كانت فتره توقف صماء باهته. وانا مش عارف بصراحه ازاي اتحاد الكره يوقف الدوري الفتره دي كلها، عشان المنتخب الاولمبي كل فرقه فيها عندها كام لعيب؟ 2 لعيبه، هو واحد، 3. الدوري اكتر اعداد، يعني اكتر حاجه تستفيد منها انت كاعداد يعني المنتخبات، واعداد المنتخبات بطريقه. يا عم انت هتوقف دوري عشان لا فرقه راح منها 2 لعيبه؟ يعني بصراحه قرار خاطئ. صحيح البطوله بتتلعب عندنا، بس ايه يعني؟ ايه يعني لما كل فرقه تلعب الدوري بتاعها عادي والبطوله تكمل زي ما هي؟ عايز تاخد لعيب من دول تستاذن النادي بتاعه وما يلعبش الماتشات اللي جايه ويلعب هو معاك، انما توقف الفتره دي كلها عشان منتخب. لا طب لا قدر الله خرجنا، لا قدر الله خرجنا، هتبتدي الدوري امتى؟ لازم تستنى اما البطوله تخلص، لان انت حاطط ميعاد يوم 25 اول ماتش، او اول ماتش يوم 23 يبقى تقريبا الحرس. انت عايز تلعب اثناء البطوله؟ ايه المشكله؟ ملاعب يعني احنا ده 8 ماتشات هيتلعبوا على ملعبيه، يعني برضو مصر فيها 30 ملعب. بحاول الاقي لك حلول. انت بتلاقي يعني عذر. ماشي، بحاول يعني ارد. طب انت بترد على لسان مين؟ لا انا شايف ان التوقف يعني ملاعب يقول لك ان احنا نبقى مركزين في بطوله كبيره بحجم بطوله، يعني بطوله افريقيا، بطوله بتودي الاولمبياد، فلازم يبقى الدنيا التركيز كله عليها. انت عارف احنا بنركز بنركز في حاجه واحده. تركيز مين؟ نركز في حاجتين. مين اللي بيركز بس؟ مين اللي يعني انا بركز في حاجه واحده بالعافيه؟ بركز في حاجتين. انا بتكلم جد والله. مين اللي يركز؟ مين اللي يركز؟ اللعيبه ولا احنا؟ انت شايف ان احنا ممكن نركز في حاجتين؟ يا اخي الاهلي وحشنا. او لا يا اخي الاهلي وحشنا والله العظيم، الاهلي وحشنا. احنا ما بنشوفه. مش عايز اقول لك. لا والله العظيم بجد، الجمهور لما بيقعد 3 4 ايام ما بيشوفش النادي الاهلي بيعيط. طيب انت شايف ان احنا ممكن نركز في حاجتين؟ ثلاثه، حاجتين وثلاثه واربعه. ايه يا عم في ايه؟ لا انا بتكلم في الوضع الحالي. ايوه ايه يعني لما نلعب البطوله والدوري يشتغل؟ البطوله هتتلعب على ملعبين، طلعت ولا نزلت لما يضربها الدم هتتلعب. ده 8 فرق، 8 فرقه هتلعب مجموعات 3 ماتشات وبعدين قبل نهائي ونهائي، يعني اقصى فرقه هتلعب 5 ماتشات في البطوله. رايك محترم. لا بجد انا بتكلم جد والله. فكان لازم البطوله، بطوله الدوري اللي عندك تستمر،
يعني انا هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. اللعيبه المحترفه في انديه زي فرنسا وانجلترا وايطاليا، ده في لعيب بيلعب في جنوا اساسي، حاجه جامده جدا. طب انت دلوقتي وقفوا ده. جنوا طالب على فكره تاجيل ماتشاته. والله العظيم انت بتعرف. لا انا بجد يعني الانديه دي وقفت عشان لعبتها راحت تحترف، راحت تلعب بطوله في فرقه. يا كابتن احنا بنقول يا رب الدوري يكمل يعني. يا رب حته دارين اسمها، حته دارين ينتظم. خلينا نركز في حاجه معلش. ان شاء الله بعد كده ان شاء الله يعني يبقى في احترافيه اكتر يا رب. زي ما حضرتك بتتكلم، وده الطبيعي على فكره، حضرتك بتتكلم فيه ده الطبيعي، ان مفيش حاجه تقف عشان اتنين لعيبه من نادي بس. واحد. تمام. عايز تتكلم على حاجه على الاهلي تاني قبل ما نقفل ملف الاهلي؟ نتكلم بقى عن الدوري بشكل عام. لا لا اتفضل. طيب ايه شايف اجابات الدوري اللي حصلت في الاسابيع اللي لعبت بالفعل القليله جدا عن السنه اللي فاتت او الدوريات اللي فاتت؟ الايجابيات كانت ايجابيات واصبحت سلبيات. بمعنى كان انتظام الدوري، اختيار ملاعب محدده وتوقيتات محدده للعب المباريات مع عدم تاجيلها، اتنفت واتنست بجره قلم. نتمنى لما يرجع الدوري يتحط له مواعيد ثابته ومحدوده ويتلعب الدوري زي ما هو. لو بصينا على اول خمس مباريات لكل الفرق، اعتقد في كل الفرق تقريبا الا الاهلي بس اللي ما لعبش الخمس مباريات، لعب اربعه، لعب ثلاثه سوري. اعتقد ان الخمس مباريات الفرق كلها بتكسب ابس اند داونز، يعني ده يخسر من النهارده من الفرقه دي، الاسبوع الجاي يكسب الفرقه دي، فده دليل على تقارب المستويات في الدوري كله. يمكن الفرقه اللي حصل فيها تغيير فرقه انبي طبعا، هارد لك كابتن علي وجهاز المعاون كله، شرف ومصطفى كمال رجالتنا يعني ورجاله النادي الاهلي. بس في الاول وفي الاخر مصطفى كمال ما كانش مع علي، مش مصطفى سوري فتحي، مصطفى فتحي، مصطفى فتحي مش مصطفى كمال سوري، مصطفى فتحي مدرب الحراس بتاعنا برضه. ما ينفعش تغلط في اسماء برضه يا كابتن. اه والله عندك حق، عندك حق. لا كويس انت خليتنا ناخد بالي. لا تمام، لا انا بهزر. ده وارد جدا. الجهاز ده هو اللي يمكن اقيل لحد دلوقتي. اعتقد ان فرقه طنطا ماشيه بطريقه مميزه شايف جدا. شايف عادي كان بيلازمه سوء توفيق ولا كانت الدنيا مش ماشيه معاه، ولا كان ايه الاسباب اللي شفتها انت او حطيتك عليها؟ يمكن علي عايز يلعب كوره مش متعودين عليها في مصر، اللي هي بيلعبها الراجل بتاع دجله. بس ده ايه؟ بيلعبها امتى؟ بقاله سنتين بيحضر فيها. السنه اللي فاتت في اول الموسم قعد حوالي سبع ماتشات ما يكسبش ماتش، كانوا بيقولوا هينزل. علي بقاله سنتين. لا بس علي، لا علي جاي في نص الموسم السنه اللي فاتت. تمام. وهم كانوا بينافسوا على الهبوط، راح انبي وهم بينافسوا على الهبوط السنه اللي فاتت. تمام. وقدر يقعد بيهم وعمل نتائج مميزه وقدر يقعد بيهم. هي المشكله بقى انت قعدت فتره اعداد كامله، ازاي تقعد اربع ماتشات ما تكسبش ماتش؟ فاهمني؟ بس مش هلتمس له العذر يعني، انما هو في باد لك، باد لك قوي جدا، باد لك كان مع سموحه، باد لك مع انبي. يا رب ان شاء الله ربنا يكتب له التوفيق في اي حته تانية، لان اي مدرب اهلاوي بيخرج تحت مظله النادي الاهلي فهو ابن من ابناء الاهلي، لابد علينا من تشجيعه، لابد أكيد. علينا من الوقوف بجانبه، ولابد علينا من مسندته اكيد. فلا يعني ان شاء الله يكون بدلك، ولما يروح اي حته تانية ربنا يوفقه ان شاء الله. شايف انبي ممكن يرجع انبي المرعب تاني مع كابتن حلمي طولان؟ على الاقل سوري يعني معلش يا علي، مش هيخسر كميه الماتشات اللي خسرها. لما تخسر وانا يعني انت بتلعب ثلاث ماتش اربع ماتشات، تخسر ثلاثه وتتعادل ماتش، نسبه نجاعه 1 من 12، ف يعني رقم صعب شويه. اعتقد مع كابتن حلمي طولان، كابتن حلمي بيهتم جدا 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 بالتأثير الدفاعي. انا لعبت معاه 3 سنين، ولعبت معاه منتخب اولمبي 4 سنين، ولعبت معاه بتروجيت كابتن حلمي ده 8 سنين معاه. فاعتقد ان كابتن حلمي بيهتم جدا بالناحيه الدفاعيه، بيهتم بالتاكتكس كويس جدا. اعتقد انه اشتغلت معاه انت وشفته في الملاعب، بيهتم بالتاكتكس كويس قوي. هو راجل منضبط جدا يعني. كابتن حلمي اقرب مدير فني لشغل النادي الاهلي. اقرب مدير فني زملكاوي لشغل النادي الاهلي. انا اشتغلت مع مديرين فنيين زملكاويه كتير، انما كابتن حلمي الوحيد اللي عنده انضباط والتزام. كنت متوقع خسرته من اسوان؟ لا بصراحه، لا بصراحه خالص. بس طبعا اكيد انه اول مباراه لي مع فرقه انبي كانت بالنسبه لاسوان في يمكن زي ما بيقولوا ايه، في استقرار. الفرقه بتحب مجدي ابو عاطي وبقالهم فتره كبيره هو وصاروخ. دي تاني سنه. هو وصاروخ وصعدهم من تحت، فاعتقد ومعاه فرقه كويسه على فكره. يعني الفرقه دي لو معاها امكانيات اكبر من كده مش هتنزل. تمام، انا متفق معاك. اعتقد انه خسرته، خساره كابتن حلمي الاول مباراه ليه مش مبدا، ولكن فتره التوقف دي
هتبقى احسن حاجه حصلت لفرقه انبي. طب كان ممكن مثلا على عكس مجلس اداره انبي يستنى مباراه اسوان بحيث ان هو يبقى ما نقولش بقى ان عادي الخساره من اسوان عادي اللي هي بنتكلم فيها دلوقتي، يعني ما احنا دلوقتي بنلتمس العذر للكابتن حلمي طولان ان هو عادي، مع ان الكلام ده مش متفق معاك فيه. اصل جه قبل الماتش بيومين، ما هو ده اللي بتكلم فيه بقى. كان ممكن مثلا علي يستنى ماتش اسوان وياخدوا قرار اللقاء او علي كده كده الدوري كان هيتوقف، مش كده؟ كده يعني انت ما جتش على يومين، حتى لو كسبت. ايوه خسرت بقى انت واخد قرار بالظبط، فكنت استنيت اليومين دول، كان علي كمل الفتره دي ويومين بقى كسبت خسرت، انت كده كده واخد القرار. ولا دي بتيجي من المدير الفني اللي داخل على النادي يقول لهم والله يا جماعه طب ما تخلوا الماتش ده تحت ولايه المدير الفني اللي مشغال وانا امسك من بعد الماتش او انا هكسب الماتش؟ العكس، الاستقاله حصلت يعني قبل ما يجي كابتن حلمي. الكلام ده لو انت بتتكلم ان انا بتفق مع مدير فني والراجل المدير الفني اللي موجود ماسك الفرقه لسه وانا هعمل له اقاله، فانا بتفق مع المدير الفني، فالمدير الفني بيقول لي لا استنى عشان كده كده الدوري هيقف، فاستنوا الماتش ده كمان لسه الدوري طويل وكمل الماتش بتاعه ده وبعد كده ناخد الفرقه على الراحه. انما اللي حصل ان علي استقال فابتدوا يدوروا على مدير فني فجابوا كابتن حلمي. بالظبط. فهي دي النقطه اللي انا ادرى الناس بالاحداث، بس انا بعرف الاراء الخارجيه لان ادارات انبي من الادارات طبعا حكيت حضرتك ممتازه لا المحترمه جدا جدا اللي تحترم المدير الفني بشكل كبير قوي جدا. يعني قبل كده كان علي عنده اخفاقات لكن هم عارفين علي كويس وصبروا عليه السنه. لا 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 علي هيكسب ان شاء الله. أيوة. بالظبط، يعني انبي بيقع على علي في تفاؤل بعلي وفي انت في ظهر المدير الفني بطريقه كبيره جدا مجلس اداره مع ان انت انبي تمام وبتنزل، لكن لا احنا نستنى على علي، احنا لا هنجدد لعلي، لا ماتش تاني 2 3 4 برضه في ظهرك على لغايه لما هو قال يا جماعه شكرا جدا. ساعات بتقفل في حته ولازم ان انت تستقيل فيها، انما انا هقول لك حاجه بس، يعني مبدا انا دايما اقوله للعيبه، اللاعبين ظهرهم الجهاز الفني، هو اللي بيزوق اللعيب على طول في الملعب، والجهاز الفني ظهره مجلس الاداره. بالظبط. لو كل واحد واقف في ظهر الترتيب اللي انا بقول لك عليه ده المنظومه هتنجح. بالظبط، مفيش كلام. بالظبط، عشان كده طبعا انبي مهما حصل استحاله، انا شايف ان مش هتنزل تاني ان شاء الله، لان اعتقد انها منظومه كبيره جدا وجيده جدا. يمكن زي بتروجيت اللي بنتمنى لها انها تطلع، طبعا انا بالذات انا قلبي بيوجعني على بتروجيت، كانت صدمه. انا قلبي بيوجعني على بتروجيت، فلا ان شاء الله يعني تعود الفرقه الكبيره دي ان شاء الله مش هتنزل، ولما تنزل هتقوم لها وطلع تاني، فلا ان شاء الله ان شاء الله انبي هيقوم. انما انا التوقف ده فرقه طنطا كانت عامله نتائج مميزه جدا. انت بتقرا الاسئله ولا ايه؟ انت معاك الاسئله؟ والله العظيم ما معايا حاجه يا عم. طب ما كده مش كويس بقى. أنا لا يعني لك مين اكثر الانديه المتضرره من توقف الدوري العام؟ انا شايف ان فرقه طنطا ماشيه بطريقه كويسه، كابتن ايمن المزين عامل حاله كويسه جدا، الراجل مصعد اربع فرق وماشي معاهم بطريقه مميزه، ابتدوا الدوري بطريقه هايله جدا وماشيين كسبوا ماتشين وتعادلوا ماتش، فطبعا نتيجه ايجابيه للكابتن ايمن. اعتقد ان الحاله اللي فيها نادي طنطا لما يرجعوا من التوقف مش هيبقوا على نفس الحاله اللي ابتدوا بيها الدوري، وهتبقى مشكله بالنسبه لهم. فرقة زي المصري هتستفيد جدا 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 من توقف الدوري، لأن نتائجها الأفريقية عالية جدا، نتائجها المحلية نتائجها المحلية وحشة قوي. ليه؟ مش عارف، ما تقوليش ليه، مش عارف، مع إن هو أصلا مش مؤمن بالرأي اللي طلع قال أصل إيهاب جلال كان مركز مع المنتخب وكان عمل حسابه إنه يروح مع المنتخب ففكره اتشتت، مش إيهاب جلال ده خالص. مش كده، كابتن إيهاب أكبر من كده إيه اللي حصل؟ وأهدى من كده وراجل محترم جدا بصراحة، يعني عشان اللي ليا واللي عليا. اعتقد ان تركيزه كان كله في بطوله افريقيا عشان يوصل للكونفدراليه، ويوصل يبقى في المجموعات، فكان مركز قوي في الحته دي، فاكيد كان بيريح ناس في الدوري عشان لما يوصل المجموعات يبتدي يبص على بطوله افريقيا. اكيد ده وجهه نظر يعني كابتن ايهاب، اهتمام لبطوله افريقيا اكتر من الدوري، ويمكن ده اللي مأثر عليه. وخلي بالك كابتن ايهاب لو تفتكر السنه اللي فاتت برضه في المصري اول ما راح كسب ماتش وقعد 3 4 ماتشات بالظبط، بعد كده كسب تاني وبعدين رجع يكسب تاني، فيمكن دي حاله بيمر بيها كابتن ايهاب ومتعود عليها، فاعتقد ان فرقه المصري هتستفيد جدا 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 من مين تاني ممكن يتضرر او يستفيد؟ اعتقد ان بيراميدز والاهلي والزمالك الثلاث فرق دول مش هيتضرروا قوي. الفرق اللي هتتضرر يمكن فرق منتصف الجدول، مثلا عندك فرقه زي سموحه هتستفيد لان نتائجها. اسماعيلي ايه؟ الاسماعيلي كده كده يعني من بعد الفرقه بتاعه 2016 الاسماعيلي مش يعني ولا السنه دي ولا السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها الفرقه كانت كويسه. فيعني ما اعتقدش ان الفرقه هترجع يعني قويه زي ما هي، هترجع في نفس المستوى
وهتخلص الدوري زي كل سنه سابع ثامن لحد بقى ما ربنا يكرمهم بحد يجي يصرف عليهم. تمام. بصراحه سموحه سموحه لا هتستفيد لان نتائجها ما كانتش موفقه. كابتن حسام حسن اعتماده على الروح بس ابتدت القصه دي تقل. خلي بالك انا مدير فني ساعات بعتمد على في ايدي حاجات كده خيوط بلعب بيها مع الفرقه اللي انا ماسكها. الخيوط دي لما بتقدم بتدوب بيبقى شدها تتقطع بيها. بس لازم كان ظهر بشكل تكتيكي مع يعني في مباراه لعبها كابتن حسام حسن مع ضد النادي الاهلي مش عارف بيمسك مين. مش عايز اقطع في حد بس انا هقول لك حاجه كابتن حسام اي حته بيروحها بيعتمد على الروح والقلب في السته اللي ورا وبيلعب الاربعه اللي قدام كور طويله من ورا الباك ليفت والباك رايت يا اما بيلعب كور قطريه والراجل الاسترايكر يصلح بدماغه كده او كده للي جاي من تحته. دي طريقه كابتن حسام حسن في اي فرقه امسكها. تمام. فانا بقول لحضرتك يعني ساعات كتير الخيوط بتدور. تمام. فلابد من التجديد. لابد العب بطرق جديده والاقي حاجات جديده. اعتقد ان كابتن حسام عنده من الخبرات وكمان كونه كان مترشح للمنتخب وحاجه كبيره جدا جدا. انما سموحه اعتقد هتستفيد من الوقف. الفرقه اللي مش اللي هتتعب قوي من الوقف ده ويمكن تعبت هي فرقه الاتحاد. كابتن طلعت عامل فرقه هايله في الاتحاد، فرقه هايله مميزه وممتازه وهو من الناس اللي عندهم التزام ونظام انضباط برضه وانضباط جامد جدا. فاعتقد ان الوقف ده هيجي عليهم بالسلب لانهم كانوا ماشيين كويس جدا. يعني مش قادر اذكر بقيه الفرق كلها ولكن في العموم التوقف في العموم وحش على الدوري الا فرقتين. انبي رقم واحد وسموحه رقم اثنين. تمام. دول اللي هيستفيدوا. دول بس اللي هيستفيدوا. تمام. اخر سؤال هساله لك. بصرف النظر عن اي حاجه خالص بنتكلم في العموم يعني. هل الانضباط والالتزام ده يشفع ان انا اختار مدرب لفرقه؟ ولا الشكل اللي عمله قبل كده او اللي جناه قبل كده او اللي شافوه قبل كده منه؟ بص الانضباط والالتزام رقم واحد في اي منظومه وقلنا الكلام ده. تمام تمام تمام. انا زي ما قلنا بنحط اسس وبتمشي عليها بعد كده طول الـ طب ماشي عشان انت بتفتح لي محاور. الانضباط والالتزام بيجي من مدير الكوره ولا المدير الفني؟ يعني انا ممكن اعرف المدير الفني، انا عايز اشغل مدير فني، عايز اشوف فكر وعايز اشوف شكل في الملعب. لا طبعا مش من مدير الكوره، مدير الفني اللي بيعمل الالتزام. تمام. في طريقتين. الطريقه الاولانيه المدير الفني بيجيب معاه مدير الكوره اللي فاهم دماغه فبيحط الرولز. تمام. تمام. لا في حته بقى زي النادي الاهلي مدير الكوره موجود وبيجي عليه الجهاز الفني ومدير الكوره حاطط الرولز اللي موجوده بالظبط ده لمجلس الاداره. في رولز موجوده. تمام. فالرولز اللي موجوده دي ليها طريقين، يا اما موجوده اساسا في النادي ومدير الكوره عارفها اللي هو في لائحه. في لائحه وبيمشي بيها. تمام. فالجهاز الفني اللي بيجي بيخش في المنظومه كمان مع اللعيبه. تمام. بيضيف طبعا حاجات بمزاجه هو لانه في الاول وفي الاخر هو مدير فني. يا اما المدير الفني اللي جايب معاه مدير الكوره اللي عارف دماغه وعارف هيمشي ازاي. تمام. والرولز بتاعته ايه. ماشي. في الحالتين النظام والالتزام مش كل حاجه في الكوره. بالظبط. يعني مهما عملت ومهما طلعت ومهما نزلت النظام هيوفر لك 30-40%. بالظبط. بس فين الكوره في الاخر؟ ده اللي بتكلم فيه. لا طبعا التاكتكس اهم حاجه والانضباط. اصل خلي بالك الانضباط بره الملعب هو يقابله انضباط جوه الملعب. لما اكون منضبط بره الملعب ربنا سبحانه وتعالى بيعكس الانضباط ده داخل الملعب. يعني انا بلعب مثلا سي 4-2-3-1 سي، لو انا مثلا ديفندر في 4-2-3-1 وراح العب راس حربه طب فين الانضباط هنا؟ لا ما انا لازم ديفندر يبقى انا اقطع الاول استلم من خط الظهر ولاعب الناس اللي قدامي او لاعب الاسترايكر. الانضباط في الملعب ده شغله مدير فني بس. بالظبط. ماشي. انا بتكلم يعني تاكتكس كلها. اصل مثلا يقول لك ايه رايك عايزين مدير فني، يقول لك اصل جوارديولا بصراحه حاجه جميله قوي في الانضباط والالتزام. لا طبعا. طب جوارديولا عمل ايه في قبل كده في حياته؟ ما عملش. بس هو بصراحه في الانتظام والالتزام حاجه جميله جدا. طب هو جاب بطولات؟ لا بس هو بصراحه منضبط، يعني هيحكم الدنيا والدنيا تبقى جميلة. طب هو عمل شكل؟ طب الناس قالوا مثلا ايه اللي عمله؟ طيب ده اللي بتكلم فيه. اختيار المدير الفني بيبقى فيه نقاط عديده 6-7 نقاط، منها واحد مش واحد ممكن يبقى رقم 5 الانضباط والالتزام، انما رقم واحد فكره، اختياره للاعيبه، الطريقه اللي بيلعب بيها،
تفهمه للحاله العامه للفرقه، تواجده وفهمه وانصهاره في اللغه اللي ماشيه في البلد. يعني انت مثلا جايب واحد من زنزبار بيمرن في مصر، ما هو لازم يبقى فاهم اللغه اللي ماشيه في البلد ايه. تمام. عشان خاطر يتعامل معاها. نمره 5 بقى الانضباط، نمره 6 الالتزام، نمره 7 الشخصيه. فانت يعني هو بتبقى نقط محدده كل نادي بيحددها وبيختار. الطموح بيبقى نوع من النقط المهمه، الطموح اللي عند المدرب، هل المدرب جاي يتعلم ولا جاي يعلمني؟ هل المدرب جاي يكسب بطولات ولا جاي يشتغل اي حاجه وخلاص؟ تمام. فطبعا في نقاط كتير الاداره او النادي عامه هو اللي بيبقى مسؤول عن اختيار المدير الفني بتاعه. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لله، ربنا يكرمك. دايما منور حبيبي، ربنا يبارك لك، وبرضو الف حمد لله على السلامه. نسينا نقول لتريكا كل سنه وهو طيب. نسيت اقول له كل سنه وهو طيب، ويعني دايما منور. يعني عايزينه يرجع مصر قريب ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليكم، شكرا جدا. وزي ما انت قلت اصابه حسين الشحات يعني ان شاء الله بسيطه. هنطمن كل الساده المشاهدين يعني كمان. الدكتور احمد بقى اللي طمنا في الاول من اسبوع ال 10 ايام فعلا ده اللي اعلن عنه رسمي الدكتور المنتخب الوطني. شكرا جدا يا كابتن، ومنور. ان شاء الله اشوفك على خير. ربنا يكرمك. بعد الفاصل هيكون معاكم زميلي العزيز محمد سعيد ومع ضيفه الكريم. شكرا جزيلا لحضراتكم على حسن المتابعه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقره الحواريه الثانيه والاخيره من حلقه يوم الخميس في برنامج الاهلي الليله، حلقه الحصاد. نهايه هذا الاسبوع بالتاكيد في احداث رياضيه عديده جدا، سواء احداث محليه او احداث عالميه، وبالاخص كمان النادي الاهلي والتطورات في الفتره الاخيره بالنسبه للمرحله القادمه والاستعداد لما هو قادم بالنسبه للنادي الاهلي. لذلك في هذه الفقره زي ما قلنا لكم في حلقه يوم الخميس تحديدا بيكون وجهه نظر الاعلام الرياضي والنقاد الرياضيين مهمه جدا معانا عشان نسمع ارائهم وانطباعاتهم عما يدور في الساحه الرياضيه القرويه بشكل عام والساحه الرياضيه المصريه بشكل خاص، خاصه كمان ان مصر مقبله على تنظيم بطوله افريقيه تحت 23 سنه ان شاء الله غدا. منتخب مصر هيكون مشارك في هذه البطوله المؤهله الى تصفيات طوكيو الاولمبيه في صيف العام القادم. لذلك النهارده انا معايا احد الكتاب الصحفيين الكبار، ان انا على المستوى الشخصي من زمان كنت بقرا لهم وكنت مستمتع جدا بقلمهم الرائع الحر اللي دايما بيدافع عن النادي الاهلي، ووجهه نظره دايما كانت قويه جدا في الحق اللي دايما كان بيكون مع النادي الاهلي في فترات سابقه. ضيفي وضيفكم النهارده، او مش عايز اقول ضيف لان هو صاحب مكان، الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي والصحفي في مجله النادي الاهلي الاستاذ محمد الزرقاني. استاذ محمد بنور الدنيا واهلا بيك. اهلا يا استاذ محمد، انا سعيد جدا بهذا اللقاء، وبيشرفني اكون موجود في قناه الاهلي. في حاجه مهمه قوي، انا كل ما اجي الاقي تطوير في القناه، زي لما بدخل اي فرع من فروع النادي الاهلي بلاقي تطوير لله. بلاقي كل مره اجي فيها تطوير في القناه، وهو ده النادي الاهلي فعلا يعني. الحمد لله. طيب النهارده هنتكلم في امور عديده وهنتكلم في تفاصيل كتيره، ووجهه نظر حضرتك مهمه جدا بالنسبه لنا ولكل جمهور الاهلي. اتفضل. لانك من الصحفيين او النقاد الرياضيين اللي عندهم خبرات طويله. الله يكرمك. ودايما ليك مقياس وبتقيس كده بالترمومتر مجرى الاحداث الرياضيه. الاحداث الرياضيه بشكل عام خلال اخر اسبوع او خلال الفتره الاخيره، وجهه نظرك او تعليقك عليها او شايف الساحه ازاي؟ بالنسبه للكوره والتوقف والاستعداد كمان للمنتخب الاولمبي. والله انا اقدر اقول ان الاسبوع ده كان نتاج لعده اسابيع ماضيه. بدات ب توقف الدوري. قرار مفاجئ. محاوله لتأجيل، وهو ما حدث بالفعل، مباراة الأهلي والزمالك. كان الأهلي في أوج تألقه، مع أنه كان في بداية التألق وكان قدامه فترة من التألق جديدة وحيواصل ويزداد ارتفاعه، فحدث ما حدث اللي أنا بعتبره يعني مش عايز أصف إنه مؤامرة أو تأثير سلبي اتحاد الكرة. وكان لازم يكون له تأثير سلبي، وفي أي نادي آخر كان لازم يكون له تأثير سلبي. إنما الأهلي كما تعودنا منه ومن إدارته كيف يخرج من الأزمة منتصرا. هو إذا وصفنا الحالة وصف سياسي، الأهلي خرج محقق انتصار سياسي. سياسي كروي.
كروي اذا وصفناها بالسياسه. تمام. انه حط حدود لاشياء كثيره قوي كانت هتحصل. كان هيستمر التلاعب وهيستمر التاجيلات وهيستمر التحيز ضد النادي الاهلي اللي ما فلحوش فيه او ما نجحوش فيه الموسم اللي فات، كانوا هيبداوه بدري هذا الموسم. فكان معسكر دبي. طيب المعسكر ده ما كانش مجرد اعداد. المدير الفني الجديد او اللي كان جديد للنادي الاهلي فايلر، عارفين كلنا انه تولى المسؤوليه بدون اعداد، بدون فتره اعداد. 10 ايام قبل اول ماتش في افريقيا. ده مش قبل اول ماتش، ده هو كان الاهلي خلص معسكر الاعداد الدور التمهيدي. الدور التمهيدي في افريقيا. لا كان اول ماتش ليه. الدور التمهيدي كان خلص. كان دور 32. فهو اتعمل فتره اعداد ما حضرهاش. ده جه على الدوري على طول. المؤكد انه طبعا هو حس بالاعلام بيقول عليه ايه، وللاسف بعض الجماهير انساقت وراء هذا الاعلام، ان الراجل السي في بتاعه ضعيف. انا كنت مطمن للكلام اللي بيتقال في اداره النادي الاهلي واللي قاله الدكتور طه اسماعيل في المؤتمر الصحفي لتقديمه، احنا جبنا اللي احنا محتاجينه. والراجل اثبت فعلا كفاءته، انه شاب صغير بالنسبه للتدريب، وانه جاي يشتغل بايديه، جاي يشتغل في الملعب. مش جاي يقعد ورا، جاي يشتغل في الملعب. طيب هو اعتمد على مجموعه من اللاعبين بالرغم من التدوير اللي عمله، انما المؤكد انه ما كانش عارف لعيبه الاهلي كويس كلهم. فديت اول استفاده حققها المدير الفني، انه من خلال هذا المعسكر وفتره الاعداد تعرف على جميع اللاعبين. تمام. اللاعبين نفسهم تعرفوا عليه، عرفوا شخصيته. اللي انا اعرفه عن هذا الرجل انه دماغه فيها كوره كتيره، وان هو مدير فني هجومي بالرغم ان هو كلاعب كان مدافع. انما لما دخل على الدوري على طول كان في حاجات في دماغه عايز يجربها وعايز يشوفها. التدوير ما كانش في الاسماء فقط، هو عايز يدور اللاعب نفسه محمد سعيد بس. عايز يشوفه يعمل كام دور. تمام. ده حققه في المعسكر، معسكر دبي. واكتشف ان في لعيبه ما يعرفش يعمل الا دور واحد خلاص، في لعيب يعمل دورين، في لعيب يعمل ثلاثه. هو ده تدوير اللاعب وليس التدوير جوه الفريق. اكتشف كل ده. فالاهلي حقق استفاده كبيره جدا، وهو خارج من ازمه اعتقد البعض انه هيخسر فيه، يخسر فنيا، هو كسب في امور اخرى، كسب خارج الملعب. طب في الملعب كان ممكن يخسر، لا الاهلي خرج كسبان. تمام. ده اللي هيظهر في الاسابيع الجايه بعد استئناف الدوري باذن الله. تمام. الحاجه الثانيه اللي حصلت، يمكن المهندس محمد سراج اتكلم في مؤتمر انه مش كل العبء في الشغب والتوتر اللي بيحصل في الملعب من الجمهور، ان في مسؤولين وفي رياضيين هم السبب الاساسي في ما يحدث من خروج على التقاليد وعلى المبادئ وعلى الاخلاق في الملاعب، بيتحمل جزء منه مسؤولين. كان المؤتمر بيتكلم عن دور الاعلام وفي مساله التعصب، او بمعنى اصح صناعه الاعلام كمان الرياضي في مصر. ايوه. والعجيب يا استاذ محمد ان الاعلام نفسه بيشارك في ذلك. وكان الاعلام واللاعبين السابقين كان لهم دور في هذه الندوه. أيوة. وكان بيمثل النادي الاهلي، او كان لقى رؤيه شبابيه من مجلس اداره نادي، كان المهندس محمد سراج من النادي. أيوة. الاهلي. اتحقق ده يعني ما توقعه محمد سراج الدين في ماتش كره السله. لقينا مدير فني، وللاسف هو كان مدير فني مش للنادي المنافس، ده كان مدير فني لمنتخب مصر، بيقوم بتصرفات غريبه ما شفناهاش في اي ملعب في العالم، انه ينسحب 3 مرات بحجه واهيه ان الجمهور دول كانوا اولاد صغيرين او بنات بيلعبوا في فرق النادي. الاهلي عانى في كل مبارياته مع الفريق المنافس من دخول الجماهير، من تصرفات خاطئه
لا، النادي الاهلي ما كانش تسمح له انه يعمل نفس هذه التصرفات. ثم استغلال حركه فنيه ام بها لاعب الاهلي لخلق حاله من المشاجرات والاعتداء على لعيبه الاهلي، ونفس المدير الفني قام بتوجيه الفاظ لمجلس اداره النادي الاهلي اللي كان موجود. اذا حضرتك شايف ان الاعلام هذا الاسبوع رصد كذا نقطه من مجمل الاحداث الرياضيه اللي حصلت خلال هذه الفتره. ايوه. الحاجه الثالثه اللي احنا فيها، وانا يعني انا ما عرفتش قرارات المجلس الا ما جيت القناه. قرارات اتحاد السله؟ ان هي اولا معقوله، بس هي ظلمت بعض لاعبي الاهلي المعتدى عليهم، انما في اطار ان هم عايزين برضو ايه يقولوا ان احنا يعني ادي احنا عاقبنا الاهلي برضو. الحاجه الثالثه هذا الاسبوع ان بكره هيبدا بطوله كبيره، كاس الامم الافريقيه للمنتخبات الاولمبيه او تحت 23 كما تسمى. حضرتك كنت بتقدم قلت كاس الامم المؤهله للدوره الاولمبيه طوكيو 2020. ايوه. انا الكلمه ديت احيانا تعمل لي حساسيه، المؤهله دي ليه؟ اقول لك ليه. احنا غضبنا جدا لما منتخبنا الاول لم يفز بالبطوله. خرج مبكرا. احنا نجحنا نجاح ساحق في التنظيم حقيقي. يبقى انا مش قلقان، وقدام 24 منتخب من اعظم لاعبي العالم. ال 24 دول يعني حتى الدول اللي لسه ناشئه في الكوره كان عندها محترفين بيلعبوا في انديه كبرى. يبقى من ناحيه التنظيم انا مطمئن جدا لنجاح مصر في هذا التنظيم، في تنظيم البطوله الجديده، خاصه ان هي 8 فرق فقط. نيجي بقى لنقطه يغضبني التركيز على انها بطوله مؤهله. انا خايف ان الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين يكون ده هدفهم الاساسي. انا بقول للكابتن شوقي غريب، لا، خايف ان يكون ده هدفهم الاساسي التاهل. بس هي الفكره من البطوله مش الفوز بالبطوله، عشان نتكلم برضو بكلام منطقي، الفكره في البطوله هو التاهل للتصفيات. ايوه، هم حولوا التاهل القديم اللي كان بيحصل في السبعينات الى بطوله مجمعه، الى بطوله مجمعه وتبقى بطوله، وكان الهدف منها هدف تسويقي اكتر منه هدف. أيوة. فني. بس خلاص انا بلعب على بطوله. ما هو انا لما العب على الفوز بالبطوله يبقى انا تاهلت. ما احطش في دماغي بقى ان انا داخل اتاهل، لا، انا داخل اخد البطوله فهتاهل. وبعدين لازم الجيل ده، وخاصه ده الجيل ده المفروض يلعب في المنتخب الاول، نغرس فيه فوز بالبطوله. الفوز والانتصار زي بالبطولات. لعبت الاهلي. انا بغضب لما فريق 14 سنه في الاهلي يتعادل او يتغلب. ففعلا لازم نغضب لمصر. يعني كاسات العالم اللي عماله تتلعب الايام دي في البرازيل 17 ومش عارف ايه بعد كده الشباب، وان منتخبات مصر ما تبقاش جواها، لا، حاجه مزعجه فعلا. فاحنا نغرس في هذا الفريق، وكتير منهم اعضاء في المنتخب الاول حقيقي، ويمكن دول بيلعبوا حتى في الدوري كلهم مع الفرق بتاعتهم. دول اللي هيبقوا كاس العالم القادم. اغلبهم صح هيبقوا في كاس العالم القادم. فيبقى كما يغرس النادي الاهلي روح البطوله في لعيبته من الاكاديميه مش من المدرسه، من اول قطاع تحت. يعني مش هقول لك من المدرسه، ده ما قبل المدرسه اللي هي الاكاديميه. إذا حضرتك عايز تقول البطولة الإفريقية كأس الأمم، بس الفوز بالبطولة ثم التأهل، ولا يعني؟ أيوه، ما هو الفوز بالبطولة هيجيب التأهل. الفوز بالبطولة هيجيب التأهل، يبقى أنا نازل ألعب على الفوز بالبطولة. أصل هي ما هيش يا أستاذ محمد، ما هيش فوز أو تأهل. الفوز بالبطولة يعني التأهل. طب لو إحنا كسبنا النهائي قبل النهائي، هتبقى أنت فرحان. كسبنا في قبل النهائي؟ هيبقى تأهلنا رسميا الى كده؟ مظبوط. طيب لما يجي الماتش النهائي هتقول الحمد لله احنا تأهلنا، الحمد لله على كل حاجة. هتقول كفاية كده، احنا تأهلنا، لما نتغلب ما ازعلش، لا هزعل. لو اتغلبنا في قبل النهائي ما هقولش قدامنا التالت والرابع، هزعل. المفروض انا داخل متأهل يا أستاذ محمد. بإذن الله. ده احنا بننظم البطولة. البطولة.
المفروض ان انا داخل متاهل، لا انا داخل اخد البطوله. طيب. شوقي غريب يغرس في لاعبيه هذه المسؤوليه، احنا جايين نبسط الجمهور اللي هيملى الاستاد. الجمهور ده مش جاي عشان التاهل فقط، الجمهور ده جاي ياخد البطوله. طيب ارجع لقصه البطوله والفوز بالبطوله ولا التاهل لطوكيو. يعني طبعا الهدفين مهمين. لكن انا معايا خبر مهم جدا نطمن بيه كل الجماهير المصريه بالطبع بصفه عامه وجماهير النادي الاهلي بصفه خاصه. طبيب المنتخب الوطني في تصريح خاص اكد سلامه حسين الشحات بعد الاشعه التي اجراها عقب اصابته في مباراه ليبيريا الوديه. والاشعه اكدت ان الاصابه خفيفه الحمد لله، عباره عن كدمه في الركبه تحتاج لعلاج لعده ايام قادمه. ويخضع حسين الشحات خلال الايام القليله القادمه لتدريبات علاجيه داخل معسكر المنتخب على امل تواجده ولحاقه ان شاء الله بمباراتي المنتخب الوطني في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم في الكاميرون 2021، مباراتي كينيا يوم 14 نوفمبر ومباراه جزر القمر يوم 18 نوفمبر. إذن خبر رسمي من طبيب المنتخب الوطني ان الاشعه اثبتت الحمد لله سلامه حسين الشحات وان الاصابه تحتاج الى تدريبات علاجيه خفيفه على امل ان شاء الله يكون متواجد في معسكر المنتخب في المباراتين القادمتين في التصفيات الافريقيه. خبر الحمد لله الجمهور كان قلقان جدا يا استاذ محمد عاقب الاصابه. يمكن الجمهور شاف المباراه بالكامل، انا شفت الشوط الاولاني وجيت والحق هذا الموعد اللي مع حضرتك، فانا في العربيه الان، انا قاعد بره الان. يعني صورة انت كده اسعدتني. الحمد لله بهذا الخبر، اسعدت كل الاهلاويه واسعدتني، ومش عشان الاهلي فقط، عشان منتخب مصر، عشان منتخب مصر. لان كمان الحمد لله يمكن حسين لما خرج وقعد على الدكه الرابطه والتلج والجزء الوقائي اللي عمله طبيب المنتخب مع حسين الشحات قلق الناس شويه. مظبوط، لان الرباط اللي كان على ركبه اللاعب خوفنا لا قدر الله، لان احنا كان عندنا اصابه كبيره في محمد محمود من فتره قريبه، فخلاص انا يمكن ما شفناه، احنا ما شفناش الاصابه الثانيه، ما شفناش الاصابه الثانيه، محمد كان في التمرين. انما احنا انا شفت الاصابه الاولانيه نفس الاجراءات اتعملت، انا ما تصورتش الا بعد المباراه انه رباط صليبي. هو صرخ وتالم وكل حاجه وفاجأ. ده حقيقي، ده حقيقي. الاهلي فيه يعني نسيت الاسم معلش، فيه ناشئ لسه عامل رباط صليبي من كام يوم في فرق الناشئين بالاهلي، فهو الاهلي مصاب. هو الاصابات قدر، الاصابات بالفعل قدر، هو محتوم لاي لاعب كره، ولكن للاسف هو بالنسبه للاهلي احيانا بتبقى امور محسوبه ومقصوده من المنافس اللي ما بيلاقيش حل لايقاف اي لاعب من الاهلي الا العنف. ومن سنوات طويله ومن لجان الحكام المختلفه اللي بتسمح بالعنف من جانب الفرق المنافسه للنادي الاهلي، وتمرر العاب يعني عديده مما يشجع اي لاعب منافس الاهلي انه يضرب. هو الحمد لله الاصابه طلعت يعني الحمد لله خفيفه، ونطمئن عليه الفتره الجايه، لان صفوف الاهلي او صفوف المنتخب مش عرضه لاي اصابه الفتره الجايه. محتاجين كل لعيبه ان شاء الله تكون حالتها طيبه يا رب ان شاء الله. قبل ما ارجع واتكلم على المنتخب الاولمبي، لان حضرتك فتحت جزئيه مهمه جدا، التصفيات المؤهله لطوكيو ولا الفوز بالبطوله. اروح لتقرير النقاد الرياضيين بيتكلموا فيه عن فرص المنتخب الاولمبي والاستعداد للمرحله الجايه، نشوف راي النقاد الرياضيين في هذا التقرير، ثم نعود الحديث مع الاستاذ محمد الزرقاني بعد هذا التقرير. تنظيم طبعا يا كريم اكيد هيكون هايل زي البطوله اللي فاتت. مصر بصراحه نجحت جدا في تنظيم بطوله افريقيا، وانا شايفه برضو ان التنظيم المره دي هيكون هايل ان شاء الله، وهنقدر ان احنا نعمل بطوله ناجحه جدا تنظيميا. بالنسبه لفرص المنتخب عندنا، يعني دي حاجه صعب التوقف بيها الفتره دي. المجموعه صعبه جدا، الفرق اللي معانا قويه وفيها عناصر كويسه قوي. السكواد بتاعنا في المنتخب الاولمبي سكواد هايل، فيه لعيبه كتير مميزه قوي.
على مستوى المراكز كلها. بس يعني النتائج في الوديات اللي كنا بنشوفها مع المنتخب الأولمبي شوية ما كانتش بترقى بطموحنا ان احنا ممكن نشوف حاجة كويسة للمنتخب في البطولة. طبعا احنا كلنا بندعمهم وراهم، واتمنى طبعا ان احنا ناخد البطولة، خصوصا ان هي على ارضنا، ونعوض شوية البطولة اللي فاتت. نتمنى ده يعني ان شاء الله. انا شايف ان التنظيم، بداية من التنظيم يعني، التنظيم هيكون على اعلى مستوى. مصر قادرة على تنظيم البطولة بشكل عالي جدا، خصوصا ان احنا كان عندنا خبرة في التنظيم اخرها افريقيا اللي فاتت. شايف ان التنظيم مفيش جدال عليه ان هو هيخرج بشكل كويس جدا، خصوصا ان المسؤولين عليه حاطين سبوت واهتمام كبير عليه. بعيدا عن التنظيم، فرص مصر كبيرة جدا، خصوصا المباراة بتلعب على ارضك ووسط جمهورك، في دعم كبير عليك، وفي دعم من الاتحاد، في دعم من الدولة، في اهتمام من المسؤولين الكبار في الدولة على البطولة، وان مصر تحقق حاجة، خصوصا ان هي دي الفرصة الوحيدة اللي تقدر ترضي بيها جماهيرك بعد الاخفاق في افريقيا اللي فات في المنتخب الاول. شايف ان احنا فرصنا كبيرة جدا، وان شاء الله نحقق نتيجة كويسة ونتيجة ترضي الجمهور. المنتخب الاولمبي طبعا يعني كان زمان دايما بيعتمد على الناشئين، ناس ممكن التيم ما نعرفوش كتير، لا دلوقتي التيم بتاع المنتخب الاولمبي اعتقد ان هو تيم كبير، في لعبة محترفة يعني، عندنا رمضان صبحي وفي عمار حمدي، صلاح محسن اكبر صفقة في التاريخ في جوه الدوري المصري يعني، في لعيبة كتير جدا من الزمالك كمان ومن كل الاندية، ناس معروفة، ناس بتلعب دوري مصري بعكس اللي فات. وبعدين عندنا حافز تاني ان البطولة بتلعب على ارضنا وسط الجمهور، اتمنى ان انا نشد الجمهور ان هو يرجع في البطولة دي، وخاصة يعني ممكن تكون بداية اللي هو ننظم للدوري كده. المنتخب بيضم كوكبة كبيرة من النجوم وفرصه قوية ان شاء الله في التأهل. المنتخب الاولمبي يعني طبعا قال معترفين ان المجموعة قوية جدا، المجموعة التانية قوية جدا، ومنافسة في البطولة كلها قوية جدا، بس خلينا برضو متفقين على حاجة مهمة جدا، المنتخب المصري يملك لعيبة قوية، لعيبة جيدة جدا، لعيبة لأول مرة بتشارك مع فرقها بشكل منتظم، لعيبة عندها حلول كتير، لعيبة عندها دوافع كتير. لما نيجي نتكلم في رمضان صبحي، صلاح محسن، أسامة جلال، بتتكلم في يعني في كتيبة نجوم، كتيبة نجوم مهمة جدا، عندنا لعيبة تم استبعادها ولعيبة على الدكة لا تقل عن النجوم في الملعب، فده يدل ان احنا عندنا جيل قادر ان هو ياخد البطوله وقادر ان هو يصعد الاولمبياد، فدي حاجه طبعا بتدعمنا بشكل كبير. ده لو البطوله بتقام في اي مكان. طب خلينا بقى نتكلم ان البطوله تقام في مصر، معنى مصر ان هي بتقام على ملاعبنا بين جمهورنا، الجمهور اللي انا براهن عليه في البطوله دي. البطوله ممكن يعني ما يبقاش ليها زخم كبير جماهيري كبير زي بطوله افريقيا، بس انا اعتقد ان وعي الجمهور المصري هيخلي في دعم كبير جدا للمنتخب ده، وهنلاقي جماهير بتدعم المنتخب، غير طبعا الاعلام طبعا عليه دور كبير برده في تدعيم المنتخب ده، برضه في ثقه كبيره جدا في كابتن شوقي غريب، راجل يملك خبرات كبيره جدا في خصوصا في المرحله العمريه ديت او في المراحل العمريه الاصغر. اعتقد كابتن شوقي غريب، لعيبه الاهلي، لعيبه المنتخب كويسين جدا، الجمهور، اعتقد كل دي عوامل تخلينا يعني مرتاحين قبل ما نخش البطوله باذن الله. اهلا وسهلا بكم من جديد بعد هذا التقرير وراي الزملاء الصحفيين والنقاد الرياضيين في استعدادات مصر لتنظيم البطوله، وكمان المستوى الفني لمنتخبنا تحت قياده شوقي غريب في هذا الحدث القاري الهام جدا. استاذ محمد، تعليق حضرتك على اراء الزملاء الصحفيين، وكلهم بيجمعوا على نقاط محدده. مظبوط، هي اراء منطقيه جدا، ويعني بتفق معاهم ان احنا نجاح التنظيم ان شاء الله مضمون لمصر، ومصر قادره عليه، مصر قادره على تنظيم كاس العالم كمان يعني. الفريق بالنسبة للمستوى العمري بتاعه أو أنه منتخب أولمبي على أعلى مستوى من الخبرة. طيب نرجع بقى للجزئية الأساسية اللي أنا مهتم جدا بالحديث فيها. هي. هو أولا احنا بنلعب البطولة في البداية، الجهاز الفني أكيد هيحط عدد من الدوافع أو الأولويات. أيوة. أهم أولوية هيبقى التأهل لطوكيو، نتفق على ده؟ أهم أولوية بالظبط التأهل إلى طوكيو. أيوة. وصلت فاينل هيبقى في أولوية تانية الفوز بالبطولة. أيوة. تمام. كده تمام؟ هو تمام، بس أنا برضه أنا مصمم يا أستاذ محمد، ما أنا لما ألعب على البطولة يبقى أنا اتأهلت. تمام ماشي. أنا لما ألعب على البطولة يبقى أنا اتأهلت. تمام. إنما هي مراحل. يعني هتقول لي طب أطلع الأول ولا الثاني في المجموعة؟ أقول لك ما تفرقش معايا. إحنا أربع فرق قوية. مظبوط. قصاد أربع فرق قوية. يبقى أنا المرحلة الأولى التأهل للسيمي فاينل. للسيمي فاينل. لما هلعب على السيمي فاينل لازم العب على الفوز يا استاذ محمد، ما اقول يعني هل ممكن اؤجل
الفوز في السيمي فاينل عشان العب على الثالث والرابع؟ لا، العب على الفوز. العب على الفوز. طيب خلاص، ده انا خلاص وصلت للنهائي، لازم العب على الفوز، مش هقول ان انا خلاص الحمد لله وصلت. يبقى التعامل مع كل مرحله بمتطلباتها. مظبوط. لكن الجهاز الفني ما اعتقدش في بدايه البطوله هيقول للعيبه الفوز بالبطوله. لا كلاعيبه لا. انا بتكلم على الجهاز الفني. الجهاز الفني هو المسؤول عن تحقيق طموحاتنا. مظبوط. انما هو يؤهل، يعني حتى في الدوري هو الجهاز الفني بيؤهل اللاعب للفوز بالمباراه. ما بنجيش من اول البطوله نقول لهم الدوري وهناخد الدوري ازاي. هناخد الدوري ازاي ده مهمه الجهاز الفني، انما اعداد اللاعبين لمباراه مباراه كانها مباراه كوس. احنا هنلعب هذه البطوله، وخاصه ان هي مش زي بطوله كاس الامم للكبار. المجموعات ضعيفه ونتاهل. لا، ده انت 8 فرق على اعلى مستوى، على اعلى مستوى افريقي، بدليل حتى ان فرق شمال افريقيا مش موجوده، لا المغرب ولا تونس ولا الجزائر. ومع ذلك دول كسبوا دورات اولمبيه وكسبوا بطولات شباب وكسبوا كل حاجه، كل الفرق اللي بنلعبها كسبت. يعني يمكن كسبوا بطولات اكتر من مصر. انما مصر مؤهله ان هي تفوز بالدعم الجماهيري، بالملعب، بان انا واثق في ان اللعيبه بتوعنا اللي هم نجوم الدوري المصري بالفعل قادرين على انما انا يمكن ارجع بيك، انا هرجع معاك بذكريات. انا يعني ان شاء الله نتاهل باذن الله. هترجعني لذكريات منتخبات اولمبيه سابقه؟ لا، يعني هترجعني انا بصفه شخصيه لطفولتي، يمكن من حوالي 46 سنه. ربنا انا اول دوره اولمبيه عشتها كانت طوكيو. يا بعد هذا العمر فبتتكرر التصفيات تاني او البطوله دي؟ سنه 64. سنه 64. البطوله دي احنا طلعنا الرابع، منتخب مصر كان موجود فيها. ايوه طلعنا الرابع. كان دكتور طه اسماعيل واصيب اصابه خطيره، كابتن مصطفى مصطفى رياض جاب 6 جوان في مباراه واحده. كنا بنلعب كوريا الجنوبيه اللي بقى دلوقتي قوه كرويه جباره. وكسبناها 10. فان شاء الله نكرر زي ما لعبنا كاس عالم ايطاليا 34 ولعبناه 90. فان شاء الله نوصل ونحقق نتيجه ايجابيه، مش بالوصول فقط، نتيجه ايجابيه في البطوله. بس انا عايز اشير بحاجه، خطا ام باتحاد الكوره، مش هذا الاتحاد. نرجع عده سنوات، الكابتن محمود الجوهري لما تولى المدير الفني للاتحاد الكوره كان عنده فكره باقامه دوري اولمبي، دوري لسن العمر ال 23 سنه. 23 اللي هو بيماثل في اوروبا في الدوريات الكبرى دوري الرديف. مظبوط. انا بشك اتحادات الكره اللي دائما بتناصب الاهلي الاعداء اعتقدت ان الفكره دي عشان الاهلي يحافظ على لعيبته ما يسيبهمش، ما ينتشروش في الانديه، بخاصه المواليد اللي هي بتبقى صاعده من الفريق الشباب. زي ما نيجي كل سنتين ثلاثه نلغي بطوله مسابقه عشان الاهلي يسيب لاعبته. لو كان الدوري ده موجود كنا هنلاقي دعم للانديه فرقها الاولى ودعم للمنتخب الاول، وهيبقى معانا دوري اولمبي بيؤهل للدورات. احنا بنلعب اولمبيا، افريقيا، عالميا، عربيا، دورة ألعاب البحر المتوسط، بل إن ممكن نشارك بعد كده دوري أفريقيا محليا، كأس الأمم المحلي من الدوري ده. فكان دورة أفريقيا للمحليين من هذا الدوري، من دوري 23 لو اتعمل. إنما للأسف رفضوا الفكرة، وهي كانت فكرة كانت ممتازة وقتها، ممتازة إن هي تصب في صالح الكرة المصرية وليس النادي الأهلي فقط، لا، في صالح كل الأندية. بس يجي لك وجهه نظر او راي تاني يا استاذ محمد، يقول لك ما اصل اللاعب اللي عنده 22 23 سنه وما بيلعبش فريق اول خلاص، يعني اكيد بعد المسابقه دي مش هيلعب، مش هيكمل، فاضيع وقت ليه؟ اقول لحضرتك انا موافق على بس انت عندك ما انت عندك 30 لاعب، ممكن فيه 5-6 في الفريق الاول ما يلعبوش طول السنه، فتخليهم ينزلوا يلعبوا في المسابقه دي. اللي هو فريق الامل. وده فكره عملها النادي الاهلي في السبعينات، هي اللي افرزت الخطيب ومصطفى عبده، واشرف عليها الكابتن عبد صالح الوحش والكابتن محمود الجوهري. فريق الامل بالنادي الاهلي كان
الفريق اللي صنع امجاد هيديكوتي، مش الهيديكوتي اللي صنع امجاد النادي الاهلي، هيديكوتي لما جه كان زي فايلر كده ما فيش سي في. عمل امجاد بفريق الخطيب ومصطفى عبده وثابت البطل واكرامي، دول نتاج فريق الامل اللي كان معاهم الالفا كما اسماها الاستاذ العظيم نجيب المسكاوي كابتن ميم الشربين. كان هو الوحيد اللي فضل من الفريق الكبار ولعب مع هؤلاء. بس كلام حضرتك يؤكد حاجه مهمه جدا، ان الافكار دي اتنفذت في الستينات والسبعينات. ايوه يعني انا الكلمه اللي حضرتك قلتها المقارنه الكره وقتها عن دلوقتي، الكلمه اللي حضرتك قلتها انا اللي انا قلت لك انا متفق معاك عليها، ان اللي ما لعبش لغايه 23، طيب هل اوروبا غايبه عن هذا المنطق؟ ما هو المنطق ده في اوروبا. ده احنا بنشوف دلوقتي برشلونه من نجومه ولد عنده 17 سنه. رأيت امبارح مباراه لريال مدريد نجمها الاول عنده 17 سنه في دوري ابطال اوروبا، فمش محتاجين سن 23. انما انا بتكلم ابرزهم على ابرزهم بالامس كان رودريجو في مباراه الريال وجلاكسي. ايوه ما انا اقول لحضرتك انا بس ناسي الاسم. صنع هدفين وجاب هدفين. مظبوط. الكلمه دي قالها لي زمان يا استاذ محمد الكابتن رفعت الفناجيلي. رفعت الفناجيلي لاعب فريق اول النادي الاهلي 16 سنة، لعب منتخب مصر 17 سنة. وعملت الحديث معاه ده، سافرت من القاهرة لدمياط عملته معاه. قال لي أنا بشوف رجالة بشنبات يقولوا عليهم شباب وناشئين، إحنا كنا بنلعب مع الأهلي 16 سنة. وأنا فاكر وقتها حتى كمان الكابتن زيزو عبد العزيز عبد الشافي لعب فريق أول 16 سنة. أيوه. الخطيب بتنقل من فريق الشباب اللي هو 18، اتعرف الفريق الاول على طول. يعني انا بالصدفه وكانت رحله مدرسيه انا حضرت مباراه الاهلي والزمالك تحت 18 لما الخطيب جه من نادي النصر وجاب فيه الاهلي كسب 8-1 وكان مغلوب 1-0 وهو نزل وهي 1-0 في اخر الشوط الاولاني وجاب جونين. اتصعد الموسم اللي بعده للفريق الاول. الخطيب يا استاذ محمد كان نجم سنه 74، كان عنده 20 سنة. 20 سنة كان نجم من نجوم مصر مش الأهلي فقط. إذن الرؤية فيها وعليها. أيوه. بس أنت يعني طب هي ليه ألمانيا فيها كم مليون لاعب؟ توسيع القاعدة في ألمانيا كبير وفي أوروبا كمان. إحنا يجب أن نعتبر أن ده نوع من أنواع توسيع القاعدة. أنا بمتص طاقة شباب. أنا بدل ما أسرح لعيبة يقعدوا على القهاوي لأنه مش كلهم هيلعبوا. انما لما يبقى في مسابقه جديده تعد لي منتخب اولمبي وتستوعب طاقه شباب. انا عايز هي الرياضه ايه؟ استيعاب طاقات شباب بدل ما تتعطل وتقعد على القهاوي وتتسكع في الشوارع. لا او لعيب يبطل نتيجه ظروف يعني مصاب. انا ما اقدرش اقول لك الرقم، انما احنا كمجموع سكان عدينا ال 105 مليون اكتر من اغلب دول اوروبا. لا نسبه الممارسين لكره القدم ما يجوش 1% اصلا، مش كده؟ اقل من كده مليون او اقل. اقل بكتير. المسجلين في الاتحاد المانيا فيها 6 مليون وهي كم مليون؟ 50 او 40. طب هو ده بيبقى نوع من انواع توسيع القاعده اللي هي الرياضه للجميع. حقيقي انا هخدم المجتمع رياضيا، هخدمه صحيا، هخدمه اجتماعيا. وانا هلغي حاجات بتؤدي للفساد كتير، القهاوي، المخدرات، التسكع في الشوارع، كل ده هقدر اعالجه. العمليه مش كوره وبس، مش رياضه وبس، لا في مكاسب اجتماعيه كبيره. اكيد. طيب نرجع تاني لاستعدادات مصر للبطوله. اولا الحضور الجماهيري، هل تتوقع في حضور جماهيري؟ محتاجين الفتره القادمه يكون في شحن الهمم الناس انها تحضر تشجع المنتخب. هو الحقيقه الاهتمام الاعلامي كمان بالبطوله. هو المصريين مع منتخبات مصر ما بيبقوش محتاجين شحص. دول من ناحيه الجمهور، انما على اتحاد الكوره، على الاعلام، على الصحافه الرياضيه ان هم يساهموا مساهمه كبيره قوي في شحز الجماهير. انا ما اقدرش بلاش اقول الجمهور مستعد، الجمهور مستعد، بس لازم عمليات شحز اعلامي، دعايه، اعرف الناس بميعاد البطوله، اعرف الناس، استغلها سياحيا. ما هو الشحن ده هيصب في صالح حاجات كتير وملفات كتير. التسويق،
يعني انا عايز نبدا بقى يا استاذ محمد نستغل الدورات والبطولات، مش سياحه مش رياضه مش مكسب، لا احنا شفنا يمكن كانت اول دوره اولمبيه تحقق مكاسب اعتقد كانت دوره لوس انجلوس او دوره لوس انجلوس 74 امريكا حققت لاول مره مكاسب ماديه ارباح ماديه من ورا التنظيم. ايوه احنا لازم نوصل لدي، ما يبقاش ان احنا بنصرف فقط وفقط بس لا، ده احنا لازم نكسب. وعلى فكره كل الدورات الاولمبيه بعد لوس انجلوس 74 ارقامها بتزيد بتزيد، حتى دلوقتي اصبحت البطوله بقت مشفره. ايوه بعد ما كانت الاول بتتذاع على كل اذاعات الدول. فاحنا لازم ندخل هذه المرحله ان تبقى الرياضه دخل قومي. طيب الحضور الجماهيري ابتداء من بكره تتوقع حضور كبير؟ ان شاء الله. مباراه الافتتاح مصر ومالي وفي افتتاح قبلها وفي تجهيزات، يعني يمكن في ناس يقول لك ان احنا حضور الجماهير بيزداد مع المباريات مع المباريات. لا انا بشوف ان دايما الافتتاح بيبقى له زهوه رونق كده خالص ورونق وانت عايز تطمن على فريقك، وبعدين الجماهير هتبقى راحه طبعا. جماهير الانديه فيها ده، انا رايح اشجع مصر واطمن على لعيبه فريقي النادي بتاعي كمان. هو في هدف قومي، انما انا بقيس على نفسي، انا عايز اطمن على كل نجوم النادي الاهلي، مش اللي بيلعبوا في الاهلي دلوقتي وبس، والمعارين اللي هم اكتر، يعني الاهلي منه ثلاثه بس في المنتخب، بس منه سته بره المنتخب بره الاهلي، دول انا لازم اتابعهم واشوفهم. المعارين في الانديه الثانيه، المعارين الزمالك هكذا، كل الانديه الاخرى هكذا. وجود لاعب اهلاوي في منتخب مالي برضه هيعمل هيدي متابعه خاصه للمباراه، خاصة مباراة بكرة، مباراة مالي ومصر. أليو ديانج لعيب خط وسط منتخب مالي، وجمهور الأهلي شاف فيه حاجة جديدة. ما لعبش كتير بس أنا بصفة شخصية شفت فيه حاجة جديدة. أنا بتوقع مباراة منتخب مالي هتكون من المباريات اللي فيها نسبة مشاهدة عالية بعد مباراة منتخب مصر. مظبوط، تحديدا عشان لاعب خط الوسط أليو ديانج. أيوه، ولذلك يعني أنا واثق أن جمهور مصر سيتعاطف مع مالي ما بعد مباراة مصر. أكيد طبعا. يعني إحنا مصريين في هذه المباراة، بعد كده هنبقى عايزينه يكمل، عايزين نشوفه مع الماتشات التانية. مظبوط بالظبط، وده هيفيد النادي الأهلي، ما يمكن يبقى أساسي بقى. طبعا ده فايدته هتبقى كبيرة جدا. مع إن هو صعوبة إيه بقى؟ إن الأهلي عنده القايمة 30، أنا أعتقد إن كلهم بقوا أساسيين، هي دي الصعوبة اللي هتواجه فايلر المرحلة القادمة. النهارده حمدي فتحي بيحرز هدف مع منتخب مصر في المباراه الثانيه ليه الوديه مع منتخب مصر في المرحله الاخيره. ايوه مباراه بوتسوانا هو الهدف الوحيد اللي ايوه ده الهدف الثاني، وده الهدف الثاني في المباراه الثانيه يعني ماشي بمعدل كويس. اليو ديانج مع منتخب مالي لو اساس وشارك في البطوله وظهر بشكل كويس، كل دي بقى على المستوى البعيد وعلى المراحل القادمه فايده الخط وسط وفرقه النادي الاهلي في المرحله الجايه. مظبوط، يبقى هي احنا عندنا متابعه المنتخب، متابعه لاعيبه الانديه، في هدف مزدوج. أنا كأهلاوي بحب مصر، هشجع منتخب مصر وعايز أطمن على لعيبة النادي الأهلي. طيب بس بتمنى بقى إن ربنا يكفي كل لاعبي المنتخب شهر الإصابات. شهر الإصابات. طيب رمضان صبحي هو قائد وكابتن المنتخب الأولمبي، والنهارده حتى كان في مؤتمر صحفي ليه مع كابتن شوقي غريب في استاد القاهرة قبل مباراة الغد، ورمضان في تصريحه النهارده كان بيتكلم بهدوء وباتزان وبثقة، وما كانش بيوعد، يعني كان بيتكلم بلغة لاعبي الكورة. بس هل شايف شخصيه رمضان كقائد للمنتخب في التوقيت ده شايفه ازاي؟ لان كمان رمضان من اللاعيبه القلائل في هذا المنتخب اللي عنده خبرات طويله. ايوه مع المنتخب الاول في اخر سنتين ثلاثه. بص، رمضان احترف في انجلترا. ما لعبش كتير، بس ما سمعناش عليه اي تجاوزات حقيقي في تجربه الاحتراف. فرمضان اكتسب خبرات احترافيه برغم انه زي ما قلت لم يلعب كثيرا، انما المؤكد انه اكتسب خبرات. كان محتاج يلعب، يمكن ما نالش الفرصه بره لصغر سنه. الاهلي لما لعب يمكن الست شهور الاولانيين في النادي الاهلي ما اعطاش زي بدايه هذا الموسم.
تراكم الخبرات عند رمضان بالإضافة لشخصيته القوية. أنا شفت رمضان في برامج تلفزيونية وعنده 7-8 سنين زمان لما كان بيعمل المهارات الخاصة في الحلقة مع الكابتن خطيب. أيوة كابتن محمود الخطيب هو لفت نظره، مع أنه كان في 3-4 موجودين حقيقي، هو لفت نظر كابتن محمود الخطيب. الولد عنده شخصية روح القيادة، جسور، مغامر، فهو كابتن ناجح للمنتخب. حضرتك قلت حاجة مهمة جدا، أنا يمكن يا ريتني كنت طرقت لها في الأول، قلت ما وعدش بحاجة. أستاذ محمد، أنت عمرك شفت لعيبة النادي الأهلي وعدوا بحاجة؟ خالص، لا كانوا بيقولوا هنلعب وهنبذل أقصى جهد، بس جملة أساسية، نبذل أقصى جهد. هذه هي الأسس اللي يجب أن المنتخب يلعب، اللعيبة يعدوا أنه يلعب ثم تتحقق النتيجة المرجوة بإذن الله. زي ما الأهلي بيعملها، هذا هو المنتخب. ورمضان تشبع بروح الأهلي، بأخلاق ومبادئ الأهلي، باللي ترباه جوه النادي الأهلي. أنا يعني كنت بثمن حاجات كان بيحكيها الدكتور طه اسماعيل. أنا شفت طفل صغير عنده 14 سنة بعد مباراة، هو ما شافش المباراة للفريق 14، قاعد بره الملعب بيعيط عشان يتعادل. قال له احنا احنا انا زعلان، انا بعيط، انا مش عايز اروح، عشان كان لازم نكسب. فده النادي ده الاهلي مش هيكسب في كل مباراه، بل ان انا كنت ياما كتبت ان على جماهير الاهلي ان تتوقع ان نخسر مباريات واحيانا بنتائج كبيره. ما كل الفرق بتخسر بنتائج كبيره في العالم، انما الفريق البطل بيخسر، انما ياخد البطوله، هو ده النادي الاهلي. فلعيبه الاهلي في المنتخبات بتلعب بهذه الروح، وده اللي جاب لنا 6-8 و10 جاب لنا 98 في بوركينا فاسو، في بوركينا فاسو جاب لنا 90 بفايسا لما دخلنا كاس العالم. النادي الاهلي عندما يكون في مستواه الكره المصريه بتتقدم. في نقطة كمان لفتت انتباهي، بنتكلم عن القيادة والكابتن، هو مش عارف حصلت قبل كده ولا لا، بس احنا في التوقيت الحالي عندنا أكتر من لاعب في النادي الأهلي كابتن في منتخب سواء بلاده. منتخب بلده، يعني علي معلول كابتن منتخب تونس، ايوه، أحمد فتحي كابتن منتخب مصر، رمضان صبحي كابتن المنتخب الأولمبي، ايوه، حتى منتخب الشباب مع كابتن ربيع ياسين حتى من فريق الشباب في النادي الأهلي كابتنه من مظبوط من لاعب النادي الأهلي، ايوه. ده معرفش اتقرر قبل كده في عدد من المنتخبات مع بعضها ولا لا، بس ده ان دل على شيء بيدل ان فرقه الكوره في النادي الاهلي بقى عندها اكتر من لاعب في حته القياده او في حته الخبره. ايوه، يعني يمكن هو اتكرر بس مش على هذا على هذا الكم. انما غالبا نجوم النادي الاهلي كانوا بيبقوا كباتن منتخبات مصر. هو ده بيتقل الفرقه؟ بيتقل الفرقه. هو لما بتحكم الظروف ان هو الاكبر سنا، وانا ضد الادميه في المنتخبات، ضد الادميه، ان ده بس مش ضد بس ده بشكل عام، لان دلوقتي تحديدا عشان الموضوع لا، اصل دلوقتي تحديدا يا استاذ محمد انا مع الادميه عشان احمد فتحي، لان احمد فتحي ما فيش احسن حد منه في مصر يكون كابتن لمنتخب مصر. مظبوط، يعني لو المعيار ده ممكن اخده بعدين اخده، بس بعد احمد فتحي لا خلاص. هل لما بقول انا مش مع الادميه ده بشكل عام، بشكل عام لا، مش بقول ان الكابتن ما يبقاش اقدم واحد. ما هو لو زي احمد فتحي يستحق ان يكون حالة تستاهل لمنتخب مصر حتى لو ما كانش اقدم واحد. ده اللي انا عايز اوصل له، انا ضد الادميه ان انا ما اكونش قائد ولان في واحد اقدم مني يلعب عليا، لان انا كده الفريق هو اللي هيخسر. في اوروبا ما فيش حاجه اسمها ادميه، وما فيش حاجه اسمها ابن البلد كمان. يعني في اغلب الدوري الانجليزي كباتن الانديه ما هماش انجليز او مش بريطانيين كمان. مظبوط، فانا لا مش رافض الادميه كمعيار، مش رافض ان الادم يبقى الكابتن. احمد فتحي
يستحق من سنوات طويله. احمد فتحي كان اللاعب الوحيد اللي بيلعب منتخب شباب ومنتخب اول وبيلعب مع نادي الاسماعيلي في الفيرست تيم ساعتها وكان لسه عنده 17 سنه. يبقى انا مش مع الاقدميه كمعيار واحد انما مع العوامل المؤهله لقياده الفرق. تمام. يكون بقى ادم واحد، يكون اقل واحد، هو جرى العرف في مصر كده. ايوه سنه، بس هو انضرب فتره وحصل ضغوط وبقى وهحكيها لك. كاس عالم 66 كان بوبي مور كابتن منتخب انجلترا اللي فاز بالبطوله، البطوله الوحيده كاس عالم انجلترا. هم خدوها بجول ما دخلش. كان في فار وقتها في المانيا. تمام. كان عنده 22 سنه يا استاذ محمد. 22 سنه. كان بيلعب في عصر فيه مين؟ فيه بوب تشارلتون وجاكيت تشارلتون لعب جنبه وكان هو الكابتن. فعلا ولما جه مصر كان بيلعب مع الزمالك والسهام. لا الكابتن. الشكل، الثقة، فالنادي الأهلي بيخلق في لاعبته القيادة هذه الصفات. يعني معلش أنا بخرج في بعض الأمور. لا خالص بالعكس، لما بتلقي الضوء على التاريخ ده مهم بالنسبة لنا. زي مجلس إدارة النادي الأهلي. مجلس إدارة النادي الأهلي كل واحد فيه ينفع رئيس النادي الأهلي. ويجي بقى الرئيس رمز. كل واحد في مجلس اداره النادي الاهلي يصلح يبقى رئيس مجلس اداره اي نادي واي اتحاد. هو ده النادي الاهلي. بيربي كوادر. كوادر. الكوادر دي مش اداريين وبس، كوادر لعيبه، كوادر مدربين. مدربين. انا يمكن لما كلمتك عن المثل اللي ضربه في لقاء مع دكتور طه اسماعيل الولد الصغير اللي بيعيط، زميل عزيز والصديق ناقد الكبير، ابن الناقد الكبير الاستاذ حسن المستكاوي، قال لي مره انا بحس ان اللاعب الجديد اللي جاي جديد النادي الاهلي ان في جهاز اشعه محطوط على بوابه النادي الاهلي، عدى عليه وهو داخل، بيعدي عليه يتغير يتغير تماما الايديولوجيه وال بيتغير فيه كل حاجه. يلعب على البطوله بقى. فهو ده النادي الاهلي، هي دي روح الفانيلا الحمراء استاذ محمد. الروح دي مش كره قدم، اصرار، تحدي، لعب، حرفنه، قياده. ولذلك اعظم من تولوا مسؤوليات في المنتخب وهم على لعيبه النادي الاهلي. كابتن صالح سليم وانا اعتز ان انا تعرفت عليه عن قرب، لم نكن اصدقاء بقدر ما كنت انا صديق للكابتن طارق الله يرحمه. هل كنت اقول له يا كابتن هو كان احسن لاعب في الاهلي؟ يقول لي لا، كان في عشرات في النادي الاهلي احسن منه. بس هو اعظم ككل بقى. قياده، حب الجمهور، حب اللعيبه، انهم يسمعوا كلامه. كان شخصيه متفرده. الاهلي ملقان بهذه الشخصيات. الاهلي النادي الوحيد اللي ممكن على مدى ال 100 سنه وعقد من الزمان واكثر مليء بآلاف الرموز، مش آلاف النجوم، آلاف الرموز. طيب تقييم حضرتك لفكرة الشارة والمعايير اللي قلتها، أيوة، هل تتفق مع المناقشة الإعلامية أو الأحداث المتسلسلة خلال اليومين اللي فاتوا لما اطرحت فكرة منح الشارة لصلاح أو كده؟ ولا شايف الطرح الإعلامي أو الطرح وجهة نظر حد من الجهاز الفني بالشكل ده ما كانتش بالشكل المطلوب؟ هذه الأمور لا تناقش إعلاميا. لا تناقش إعلاميا. أيوة. ده قرار من الجهاز الفني مع الاتحاد المسؤول. مع الاتحاد. تمام. تقييم الفريق كله مش الأدمية. بوبي مور ما كانش أحسن لاعب في إنجلترا. فيه ناس يبقى أحسن لاعب، ما ينفعش يكون الكابتن. هو حتى في النادي الاهلي فترات قريبه كان في مثلا بعض الشخصيات ككابتن في الفرقه، وكنا بنشوف في 3-4 كمان مع كابتن الفرقه بيقوموا بدور قيادي. على فكره كل لاعب النادي الاهلي يستطيعوا القيام بها. انا قلت يعني انا قلتك هفكرك بحاجه ونسيت. الكابتن محمود الخطيب في فتره هيديكوتي الاهلي جرب هذه الفكره، لان هيديكوتي جاي من
من دوريات أوروبية حقيقي، فلقى أن سمات القيادة، أول واحد اكتشف محمود الخطيب القائد كان هيدوكوتش، مش اللاعب وبس، اللي اكتشف سمات القيادة عند محمود الخطيب كان هيدوكوتش، اكتشف أنه يبقى جوه الملعب. وقعد فترة لولا نزناز للأسف، هو كان من نجوم النادي الأهلي برضه، بس هو من أيام ما كان بيلعب وهو بيعمل مشاكل، اعترض وزعل وجابه، لسه زعلان من الخطيب لغاية دلوقتي. تمام. فهو اللي بوظ يعني، وخاصة اللي بعد هندكوتي كمان، فالأهلي رايح نفسه من الزن ووجع الدماغ. إنما الخطيب نجح كقائد للفريق. هو شيء بشيء يذكر، احنا بنتكلم على هذا الموضوع، والرؤيه الاعلاميه والطرح الاعلامي في فكره الشهره. فما مش من حق الاعلام. مش من حق الاعلام ان هو يناقشها اساسا. الاعلام جزء منه يا استاذ محمد، وللاسف هو موجه دلوقتي. الاعلام ما فيش حياد المؤكد. بس هو الاعلام ما ينفعش يكون ما ينفعش. ما فيش حياد، ولكن يجب يكون في حق. يعني الاعلامي لازم يكون له وجهه نظر؟ ووجهه النظر قد تكون مع او ضد، فبالتالي مع بالتالي بالحق. ما هو بالحق، بس بالتالي هنا مش هيكون محايد. ما فيش اعلام في العالم. في العالم في ديمقراطيه وفي حريه صحافه وحريه نشر. انا اللي بيصدر الواشنطن بوست لوبي معين. محمد سعيد، محمد الزرقاني قبلوا يشتغلوا في الواشنطن بوست باللي هم عايزينه، ولا بالواشنطن بوست عايزاه؟ بالواشنطن بوست عايزاه. انا حريتي في ايه بقى؟ ان انا اقبل اشتغل او لا. تمام. مش ان انا اكتب اللي انا عايزه. انا بحب النادي الاهلي جدا، هاخد صف النادي الاهلي، بس مش لن احيد عن الحق، هدافع عن النادي الاهلي، بس ما اظلمش اخر، بس هدافع عن الاهلي واخد وجهه نظره في الحق. لا يمكن يكون الاهلي غلطان واطلع اقول انه مش غلطان على الاطلاق. تمام. القضيه الاخيره اللي اثيرت، موضوع الاستبدال في انتقالات يناير القادمه يعني. أيوة. بعد ما كان في نظام على في فكره المسابقة. الاستبدال ما هوش في يناير بس، الاستبدال كان متاح في الصيف. امال ايه المشكله؟ ان في ناس خلصت الاستبدال، خلصت كل المتاح ليها، وما بقاش فيها غير لاعب واحد. وما فيش. وفي البعض تاني مالي الاهلي اثنين. طيب انا ضد تغيير النظام. طب ما هو الاهلي ممكن يجيب خمسه كويس افضل ويغير. لا والله العظيم يا استاذ محمد، لو كان الاهلي استبدل الخمسه كان هيبقى ده رايي. والاهلي نفسه ما كانش هيغير، لان الاهلي كان بيحترم اللوائح. أيوة. طالما اللائحه في البدايه كده هيفضل مستمر على غايه الموسم. الاهلي من الظلم اللي حاق به في الموسم اللي فات بتاجيل الاسابيع الاخيره، هو اللي عمل الازمه دي، فاضطر الاهلي طبعا اضرت بالاستعداد للموسم الجديد في الانتقالات والقيد. استعداد محمد الاهلي ضم لاعبين وسابهم قبل الموسم حقيقي، فهو ده اللي خلى انك انت عملت الثلاث لاعبين استبدلتهم. انما لما كان يبقى النظام عادي وخسرت لاعبين سبتهم بمبالغ اقل، بعضهم سبتهم ببلاش. ما عشان كده مركز التسويق والتحكيم في ايخي انصف الاهلي ضد اتحاد الكوره بسبب تاجيل الدوري اللي بعد كاس الامم نتيجه هذه العوامل، كانت من ضمن الاسباب التحكيم شايف فيها ان النادي الاهلي كان عنده حق واتضرر ماليا وفنيا، كان مساله القيد. ولذلك انا شايف ان القيد والاستبدال انت اتضريت برضه طبعا. انا شايف ان الحكم تاريخي، برغم طبعا المبلغ لا يساوي شيء، الاهلي ما بيلعبش، ما كانش رافع القضيه عشان فلوس، ده اذا كان على الفلوس الاهلي يبقى 15 20 30 مليون. انما الحكم تاريخي، بس هو للاسف ما هو المبلغ اصل لو اتكررت كذا مره الاتحاد هيفلس. للاسف. لان المبالغ الماليه اللي اختصرها الانديه اللي عمالين يدفعوه لجنه التسويق، مش لجنه المسابقات، عمالين يدفعوا الاهلي والزمالك وكل الانديه ارقام مش بتدور عليها في لوائح مش لاقيينها. والله استاذ محمد انت فكرتني بجزئيه مهمه جدا. فاكر لما توقع الاهلي 50,000 جنيه غرامه في ماتش اسوان؟ ايوه والله العظيم انا اللائحه معايا وقريتها، مش اللائحه، شروط المسابقه. والله العظيم مش مكتوب في شروط المسابقه او في اللائحه 50,000 ما بين الشوطين،
مكتوب قبل بدايه لا مكتوب قبل بدايه المباراه يعني هو لما وقع الاهلي غرامه 50000 جنيه وكتب في حيثيات القرار لتاخر النزول بين الشوطين اللائحه نفسها مش مكتوب فيها ان انا اتغرم لو نزلت متاخر بين الشوطين مكتوب لو نزلت متاخر قبل بدايه المباراه يعني حتى القرارات الماليه او الغرامات الماليه اللي بتنزل مش موجوده في اللائحه حضرتك يا استاذ محمد التهديدات التي اطلقتها اللجنه اللي بتدير اتحاد الكوره باعتبار الاهلي منسحب هي بس ما قالتش تهديدات عشان بس واضح لا ما كانش فيه تهديدات ومحدش قال الاهلي يعتبر منسحب طلعت ما هو احنا يعني عشان احنا يبقى بنحب نرمي قرار صحفي كبير وعارف يبقى فيه بالونات اختبار بلونات اختبار بس ما يصحش تبقى من اتحاد الكوره يعني مصادر بس ما تبقاش مصادر جوه الاتحاد بس مش عايزين نقول الاتحاد بشكل مباشر ما كانش بيتكلم على لائحه ما هيش موجوده ده لائحه الموسم اللي فات اللائحه الجديده ما بتقولش الكلام ده يمكن احنا دخلنا في كذا امر فرعي كنا رايحين في قصه فكره الاستبدال وراجل بتاكد على ان اللوائح بتحترم طالما بدات بيها المسابقه لازم تنتهي بيها مظبوط انا بالرغم ان الاهلي ممكن يستفيد لا الاهلي عمره ما دور على استفادته لو تلاحظ يا استاذ محمد ما اثاره الاهلي من قضايا لم يكن من اجله فقط ده على مدى عشرات السنين كان للصالح العام والتاريخ بينصف الاهلي بعد كده الرؤيه بتاعت الاهلي بتبقى رؤيه واسعه وشامله ونتيجتها بتظهر بعد كده دي بقى الاداره الواعيه يمكن انا الزميل العزيز استاذ محمد حسن البنا دكتور محمد حسن البنا ده من كبار الاهلاويه وترأس الأخبار جريدة الأخبار لمدة سنتين رئيس تحرير هو بيحب الإدارة غير يعني الصحافة والإدارة رسالة الدكتوراه بتاعته عن علم جديد في الإدارة اسمه الحوكمة تمام الإدارة الرشيدة إن أحكم كل حاجة صح في أمور الإدارة فكنت بكلمه في التليفون من أيام قلت له محمد أنت ملاحظ هي ده علم جديد طب ايه رايك ان الاهلي بيطبقه بس يمكن ما كناش نعرف ان اسمه الحوكمه الاهلي بيطبقه من سنين طويله بيطبق اهداف هذه الاداره لكن بدون المسمى اللي هو المسمى والناس عارفاه ان هي ازاي يمشي طرق سليمه ازاي ياخد الحق ازاي رئيس المستقبل بيقول ايه ازاي ما اشتغلش على الرغبات الخاصه فقط فقال لي انا يعني ان شاء الله اضيف في الكتاب اللي بيعمله جزء عن الحوكمه في الاداره الرياضيه كما هي في النادي الاهلي مش كما هيعملها الاهلي كما هي في النادي الاهلي تمام فالاهلي بالفعل مدرسه الحمد لله في كل حاجه طيب في جزئيه مهمه عايز اخد راي حضرتك فيها وهي عشان بعيد عن الكوره ممكن التناول الاعلامي ليها مش هيبقى بالشكل الاوسع النهارده كان في مؤتمر صحفي مهم جدا جوه النادي الاهلي والمؤتمر كان خاص لاطلاق تطبيق جديد لخدمه اعضاء النادي اولا شايف الخطوه دي شايفها ازاي وتطبيق هذا الموضوع بالنسبه للنادي الاهلي ومواكبه العصر والتكنولوجيا حتى قدامنا هي على الشاشه جزء من وقائع هذا المؤتمر الصحفي المتعلق ان خلاص التكنولوجيا بقت موجوده في كل حاجه فيبقى في تطبيق ابلكيشن موجود على الموبايل او على التاب بالنسبه لاعضاء النادي سواء في تسديد الاشتراكات كل الامور اللي ممكن ينفذها جوه النادي الاهلي من غير ما يروح ولا يقف طوابير ولا 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 حتى الدفع كمان النقدي يبقى من خلال هذا التطبيق شايف الخطوه العملاقه دي ازاي حضرتك خلاص قلت الوصف قلت ان هي خطوه عملاقه والنادي الاهلي كل خطواته عملاقه في كل حاجه على فكره اقدر اقول الوصف ده من سنة 1907 كل ما قام به النادي الأهلي كان خطوات عملاقة الحمد لله في إنشاء النادي في الحق في القرارات السليمة في مواجهة الأخطاء من أيام أخطاء حسين حجازي وحتى حسام حسن وإبراهيم حسن الأهلي ما فيهش كبير على المعاقبة ولا فيش ظلم وما فيش تسويه حسابات
بس الاهلي احنا يعني يمكن احنا بنقول ان دايما الكابتن صالح والكابتن طارق كانوا يتكلمهم عن الكابتن مختار التتش. لا ده الكابتن الكلام ده من سنه 1907 كمان. الاهلي اوقف نجم نجوم الكره المصريه حسين بك حجازي اخذ البكويه. في خطأ بيتعمل مليون مره بعد كده ومحدش بياخد باله. الاهلي اتظلم في ماتش نهائي الكاس السلطانيه وليس كاس مصر، لان كان الاول المسمى القديم. لا كان في كاس مصر فعلا الاهلي كسبها في هذا العام. انما دي كان كاس سلطانيه، قول زي مثلا اللي هي كاس رابطه المحترفين، زي كاس الاتحاد كده او كاس رابطه. لا كاس رابطه المحترفين، كاس الاتحاد هو كاس الرسمي. الاهلي اتغلب من الترسانه بظلم تحكيم 2-1، كابتن حسين حجازي وبعض اللاعبين رفضوا يطلعوا من الملعب ياخدوا الميداليات. انما الباقيين طلعوا. في انديه الوقت بترفض تطلع خالص ومحدش بيقول لها انت عملت كده ليه. الاهلي اوقف حسين حجازي نجم مصر ونجم النادي الاهلي. على فكره ده سنه كام يا استاذ محمد؟ 28 سنه 1928. ايوه حسين حجازي، انت ممكن تضحك لما تعرف ان الاهلي كان اسمه فرقه حسين حجازي. تخيل انت بتتكلم عن يعني قيمه نجم كبير. ايوه بس النادي احتراما للمبادئ وللروح الرياضيه هدد انه هيروح المختلط. قالوا له روح. هو ليه توقف؟ هو كان كابتن الفريق. الاربعه اللي سمعوا كلامه اعتذروا، هم سمعوا كلام الكابتن. فاوقفوا اربع مباريات. اتحاد الكرة تدخل، كنا هنلعب في دورة أولمبية عشان يشارك. عشان يشارك. ما هو معنى ان الاهلي يوقفوا انه كان في احترام، ما تقالش الاهلي خلاص يوقفوا انت من النادي، لا اتوقف من الكرة المصرية. لا ما هو الاهلي كان بيوقف لعيبة لمبادئ معينة وكان كان الاتحاد بياخدها تلعب مع المنتخب. ايوه لا اتحاد الكرة حاول مع النادي الاهلي. الاهلي تمسك، راح الزمالك او المختلط راح. في جمهور، ما انا عشان كده بقول لك فرقه حسين حجازي في جمهور راح وراه. طب كانت ازمه استفادت منها مصر والنادي الاهلي. ظهر مختار التتش. ظهر مختار التتش وكان من نجوم الدوره الاولمبيه دي. طلعنا فيها الرابع برضه. طلعنا الرابع مرتين 28 و64. من هنا جت بقى كلمه نادي القيم والمبادئ. مبدا من سنين بتمشي عليه لغايه دلوقتي. نادي طيب، هل حقق خارج الاهلي ما حققه داخل النادي الاهلي؟ اطلاقا اطلاقا. يبقى مش اللعيبه اللي بتعمل الاهلي. هل الـ 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 بعض اللاعبين اللي جم الاهلي وطلعت بقى الكلام الكتير و لولا الاهلي اخذ من النادي الفلاني وحرمه لاعبته، هم لما جم الاهلي كان الاهلي بياخد البطولات. ولما مشوا حتى الاهلي بياخد البطولات. ولما مشوا وما زالوا دلوقتي جابوا بطولات ومشوا بعضهم، الاهلي ما خسرش. هم ما جابوش في غير بره ناديهم حد تاني بطولات. هو الاهلي اللي بيصنع اسم اللعيبه وبيصنع اسم النجوم. اللي بيصنع اسم اللاعب الاهلي. انا اتذكر مقوله قالها الكابتن صلاح سليم للعيبه في اجتماع في احدى المرات، قال لهم انت لما بتكسب او بتاخد بطوله بتعملها ليك انت، ليك انت لنفسك. ايوه. لكن الاهلي مش محتاج بطوله، الاهلي عنده تاريخ من البطولات ودولاب البطولات. ايوه. انت بتعمل تاريخ لنفسك. بص صلاح سليم برغم انه خريج تجاره انا ما اقدرش اقول ان هو درس اداره. دي مواهب. الاداره موهبه طبعا. موهبه من البدايه، الكره موهبه. تصقلها الدراسه؟ ايوه. يصقلها التدريب؟ ايوه. التمثيل موهبه تثقل في معاهد الفن والسينما والمسرح. اكيد. فالاداره موهبه. النادي الاهلي جامعه كما هي للرياضه، جامعه في الرياضه. هي مؤسسه رياضيه تعليميه اداريه. ايوه. على اعلى مستوى بصراحه. خلال مش والله مش الكلام ده بيتقال عشان احنا في قناه الاهلي. بس الاستاذ محمد الزرقاني بيتكلم اهي، يعني القعده اللي بنتكلم عليها هي حتى. الكابتن صالح سليم. والكابتن احمد ماهر الله يرحمه، يعني كانوا قاعدين مع فريق النادي الاهلي. وانا فاكر حتى في الجلسه دي والكابتن ثابت البطل رحمهم الله، يعني في هذه الجلسه الكل كان بيتكلم على حتى احترام التحكيم
لو الحكم ظلمك احترم التحكيم، احترم الحكم، فهنا القيم والمبادئ التاريخ هو اللي بيأكدها. أنا هحكي لك واقع عن صالح سليم، واقع عامة يعني مش حاجة شخصية. في زميل صحفي أنا مش هقول اسمه وصل لرئاسة التحرير في الصحيفة الرياضية يعني. تمام. ما كانش بيشجع النادي الأهلي وكان عنده مشاعر مختلفة أو مضادة ضد الكابتن صالح سليم، ما كانش بيحبه. فمرة كان فيه دعوة في النادي الأهلي وأجبرته، قلت له عشان خاطر تعالى معايا. هو كان دمه خفيف على فكرة. فبعد فترة صالح سليم بيتكلم وهو فبيقول له يا كابتن صالح أنا همشي. قال له ليه يا فلان؟ هو كان عارفه شخصيا. قال له هحبك يا أخي. شوف صالح اللي ناس كتير تتهمه إنه هو متعالي، إنه اجمل جمله اختم بيها دي يا استاذ محمد. احبك يا اخي. احبك يا اخي. استاذ محمد الزرقاني الكاتب الصحفي الكبير في مجله الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وسعيد جدا بهذا اللقاء، ودايما تتكرر ان شاء الله كثيرا في الايام اللي جايه. انا سعيد بلقائك، يمكن اول مره التقي معاك، انما انا متابعك من سنين طويله في النادي الاهلي ومعجب بيك. وزي ما انت بتقول انا على فكره عنوان مقالي الرئيسي كل اسبوع في الاهلي بحبك يا اهلي. بحبك يا اهلي. شكرا جدا استاذ محمد. شكرا جزيلا. حلقه كانت مهمه جدا وفقره بصراحه على المستوى الشخصي استفدت بيها، لان انا قاعد مع كاتب صحفي وقلم حر ورايه مهم جدا، ومن الناس اللي احنا من زمان واحنا حتى لسه في الدراسه وفي الجامعه وفي المدرسه بنجيب مجله الاهلي ونقرا لطبعا كتابنا الكبار من ايام حتى الراحل الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عبد المجيد نعمان والاستاذ محمد الزرقاني والكاتب الصحفي العميد شوقي حامد. ناس بصراحه علمونا صحافه وعلمونا ازاي نحب النادي الاهلي من خلال قلمهم الجميل في مجله النادي الاهلي. الى هنا تنتهي الحلقه الخاصه ببرنامج الاهلي الليله، ان شاء الله باذن الله التقي بكم في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.